سلام المسيح يا أخ كريم. سلام ونعم أخوي حسين حبيبي، كيف حالك؟ حبيبي ربي يبارك حياتك ويحفظك باسم الرب يسوع. أهلا وسهلا بالحبايب، الرب يبارك حياتكم. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم الحوار العقلاني. موضوع هذه الحلقة عقائد الشريعة الإسلامية. راح نتطرق إلى عقائد الشريعة الإسلامية، ماذا تعلم الشريعة الإسلامية، ما هو مبدأ العقائد الشريعة الإسلامية، وكيف أيضا المسلمين يعيشون في هذه العقائد اللي موجودة أمام الكل. كبسونا على الشاشة حبايب، الرب يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلامة. فرجاء تكبيس، بس ساعدونا بالتكبيس على الشاشة، وخلونا نكون إيد واحدة بالتكبيس. وأيضا الأخ حسين راح يتكلم معكم وراح يشجعكم أيضا على التكبيس. تفضل أستاذ حسين. شكرا كريم، تحياتي إخوان وأخواتي، والرب يبارك حياتكم. أتمنى منكم مشاركة البث ومشاركة هذه الحلقة، مهمة جدا. راح نتطرق إلى بعض العقائد الإسلامية أنا والأخ كريم، ونتداولها مع بعض. ويعني حلقة ممتعة جدا. أخ كريم أنا أعرف عنده هذا الموضوع، يحبه العقائد الإسلامية، شيء يعتقدون المسلمين، ونناقشها، هل هي بالمنطق، هل هي بالعقل، هل هي مقبولة أم لا. وأتمنى منكم، يعني الحلقة راح تكون رائعة جدا، فأتمنى منكم المشاركات وتكبيسات والشير. الشير مهم جدا ليوصل الحلقة للناس الآخرين، فأتمنى منكم أحباء الشير، أتمنى منكم الشير والتكبيس ودعم صفحاتنا. أحبائي ربي يبارك حياتكم جميعا. شكرا أستاذ حسين، أهلا بكل الحبايب اللي موجودين معنا. وعيدكم أيضا البرنامج، وعنوان الحلقة هو عقائد الشريعة الإسلامية. عقائد الشريعة الإسلامية كما نعلم جميعا في عقائد مخفية وفي عقائد ظاهرة، يسمونها عقائد خاصة وعقائد عامة. العقائد العامة يطلع للشيخ على المنبر ويقول هذه العقيدة 1 2 3، هذه عامة، مكبرات الصوت تطلع الصوت بالشارع، الناس تسمع، على اليوتيوب موجود، على التلفزيون موجود، هذه الأمور العامة. الأمور الخاصة راح نتطرق لها، أمور خاصة قليلة جدا وليست كثيرة، يعني العلماء لا يتكلمون بها على الخاص إلا بعض الحالات النادرة، بعض العلماء يعني يريدون يلفتون الانتباه لهم أو يطلعون كأنهم بشيء جديد أو هكذا، يعني يقول لك خلينا نتطرق لهذه المسألة حتى لو ما نتطرق لها بالطريقة الواضحة. ولكن هي بالكتب موجودة، بالكتب موجودة، موجودة على الرفوف. وخير دليل عندما طلع الشيخ وسيم يوسف، عندما وسيم يوسف ترك الفكر الإسلامي المتشدد حسب ما يقول رأيه يعني، وصار شخص مسلم متسامح هكذا. يقول علماء الدين عندهم أمور كثيرة جدا وهي 90% يخفيها عن العامة، نتداول بها بيننا، وتطرق إلى السبي وملك اليمين وهذه المواضيع. في مواضيع أخرى أيضا يشيب الرأس لها للأسف الشديد، يعني عندما نعرفها وعندما نتطرق إليها اليوم في هذه الحلقة راح تتعجبون من الأمور اللي يخفيها الإسلام على عامة الناس. إذا وقعت عند المسلم مشكلة وراح للشيخ، الشيخ راح يشارك معك المعلومة، هي مش مخفية للأبد، هي مخفية ولكن للحاجة. لو يقولونها لكل الناس أمام التلفزيون، الناس راح ترتد عن الإسلام، هم ما بيكشفون هذه. ولكن إذا وقعت في مشكلة لحل هذه المشكلة يستخدمون أحد العقائد المخفية. طبعا حد الآن الكلام مش مفهوم، لازم أعطيكم مثل لكي تفهمون. أنا عندي جاري، احنا نسميه بنشرشي، بيعمر بايسكلات، يعني بيعمر بايسكلات وموترسيكل وهذه الأمور يعني، وكان متزوج امرأة وحالة على قده، يعني رجال مسكين يعني، وساكن ببيت إيجار ومأجر محل أيضا، وهذا المحل اللي مأجره. أنا بحكيكم على عقيدة مخفية مش وحدة، بس أعطيكم مثل علشان تعرفون كيف العقيدة المشكلة المخفية تحل مشكلة المسلم، هي مش حل المشكلة بس هكذا هم يعني يفهمونها، علشان إحنا نفهم على ماذا نتكلم وتتركزون معنا. وطبعا الحلقة حسين راح يقودها لكم، راح يعطيكم أيضا أدلة كثيرة جدا. جاري بنشرشي عنده يعمر بايسكلات ومأجر البيت برجال مسكين، وعنده مريته، وعنده 2 أولاد، بنت وولد. الولد عمره تقريبا 5 سنين أو 6 ذاك الوقت، يعني لما أنا كنت في إيران، أنا هاي ذاك الوقت كنت شيعي وانصدمت بهذا الموضوع،
بس ما تركت الإسلام من يعني للأسف، كنت مسلم بس أقول هذه حالة خاصة لشني دعوه. عنده ابنه تقريبا 6 سنين او 5 سنين، وعنده بنيه صغيره ايضا، والمحل كمان ماجر ايجار، ولازم يشتغل بالمحل لكي يسدد ايجار البيت وايجار المحل، وهذا المعروف يعني لازم تشتغل لكي يسدد الايجار والفواتير والاكل والشرب. ودائما عنده مع زوجته مشاكل، يعني دائما عنده مع زوجته مشاكل، دائما يعني غصص. نطلقها مرتين، طلقها وبعدين رجعها، وطلقها وبعدين رجعها، وطلقها مره ثالثه. وعندما طلقها للمره الثالثه تكلم مع ابوها، قال له يا عمي انا صارت مشكله وانت عارف، وصارت مشكله مرتين وهسه المره الثالثه. قال له عمو ما يصير. ها؟ قال له لازم تجيب محلل هاي البيت. محلل شو؟ قال له لازم تتزوج واحد ثاني وتتطلق منه، وهي ايه قرانيه، تتطلق منه وانه بترجع له. طبعا الرجل رفض، قال له لا مش ممكن، شو زوجتي تروح تتزوج واحد ثاني وتتطلق وترجع لي، وانا ليش هيك عمل؟ قال هذا الدين هيك عمل. فراح يدور على المشايخ، قال اكو حل ماكو حل فلان، كل ما يروح يقول له لازم محلل، ما دام مرتين مطلقها والطلاق وقع وراحت لبيتهم مدت اكثر من شهرين ثلاثه بغت عداله، وبعدين رجعت انحسب طلاق كامل، فهي لازم تتمحلل، يعني ماكو شهر غير المحلل. شو بيساوي؟ تكلم مع ابوه، قال له شوف لنا حل منا فلان. قال له راح نشوف لك حل سهل، راح نشوف لك حال بس اصبر شويه. وابوها طبعا رجال كبير، والبنت هي واطفالها ساكنه عند بيت ابوها، يرجعها ولازم يعني يرجعها علشان هي متزوجه، لازم تروح بيتها يعني مش تقعد عند ابوها، واكل وشرب واطفال، وابوها زوجها وارتاح منها انه راح يرجعها للبيت. ابوها تكلم مع الشيخ، قال له ماكو حال منا يمين يسار يا فضيله الشيخ. قال له ماكو، بس انت ما يحتاج يعني، انت مقتنع بالموضوع انه لازم تنكح زوجها؟ قال انا مقتنع بس زوجها ما يقبل. قال له سهله، مش محتاج زوجها يدري اصلا، ليش زوجها لازم يدري؟ هي مش عندك ببيتك؟ قال له لا نسير عليكم ونجيب المحلل لبيتكم الليله، انا ومحلل اجيكم للبيت وياخذ منك هكذا مبلغ يعني، ونزوجها بليلتها وحد الصبح نطلقها ليله واحده تنام عند هذا الرجال. وزوجها قال زوجها وين يعرف بيتهم؟ زوجها يا مو هسه ثلاث شهور عندك، وين زوجها يعرف؟ ابوها وافق، قال له جابوا رجل وحطوا الست زوجوها له. طبعا الزواج هو مو مش يعني بس محلل، بس حط لك علي انكحتك نفسي وانا قبلت، خذ المره روح لبيتكم. هذا هو راح معها فندق ما بيت ما بعرف ايش ما بعرف وين راحوا يعني. وبعدين الصبح رجعها، قال عمو هاي الست طلقها. قال له طالق 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 باي باي، ركب سيارته ركب بايسكل ومش خلاه مش. ابوها اتصل بزوجها الاولي، قال له عمو انا شفت الشيخ. قال له اوكي. قال له الشيخ شاف حال؟ قال له الشيخ ايش قال؟ قال له خلاص بعد الشيخ يزوجك اياها وخلصت من اول، تعال تعال رجع زوجتك. هذا انفرح رجال ما يقدر المسكين يعني، فرح وفرح ولبس خاط ونظف نفسه وراح للست يعني البيت، وراح جابها وجا زوجوها له من اول يعني زوجته هي وجابها وجا. بعد فترة أسبوعين ثلاثة تخانقت مع خالتها، هي صارت مشاكل بيناتهم هي وخالتها، وجت خالتها قالت له رديت زوجته؟ قال لها إيه. قالت له وذاك طلقها؟ قال لها ذاك مين؟ قالت له مو تزوجة واحد هي. يعني شلون زوجة واحد؟ بويتي شو تقولي؟ مو بنت أختي وأنا عارفها، بنت أخوي وأنا عارفها، تزوجة أبو فلان نام معها ليلة، هذا زوجتي صدق زوجتي. قالت له والله بعد هذا حصل، أكذب عليك أنا؟ حصلت شو نسوي؟ بعد ما له شعر ابوي قال لازم هيك تصير. قتل الاولاد اثنين وحرق نفسه. اثنين الاولاد ذبحهم، هي هربت. ذبحهم بالسكين وحرق حرق البيت، حرق نفسه. هو ما مات من احترق. اجت الناس يعني طفت البيت وطلعوه محترق نص نص. خذوه للمستشفى يعني. نصه محترق، اثنين الاولاد ماتوا. هذه احد الامور المخفيه على العالم. لما تيجي تسالك مسلم تقول له طلق زوجتك بالثلاث، قلت لا ما رجعها خلاص. طيب عندك اولاد منها اطفال وبيتك ايجار ومحل ايجار ولازم تشتغل ومالك شارة، شو تسوي؟ قال لك ها راح اتزوج واحد ثاني. طيب ما عندك فلوس تتزوج ثاني، شو بتسوي؟ قال لك انا ما خلاص ما اتزوج وضل على الدهر. لا، في حل مخفي، روح للعلماء هم يقولوا لك، حتى العلماء هم يحللوا نفسهم. الشيخ قال لك تستحي من الناس خليها عندي، ابويا بكره تعالى خذها، الشيخ هو يحللها. هذا هو دين الاسلام. فأنا بس على إكمال القصة علشان نكبس مع بعض، ما وصلنا 10,000.
يلا حبايبي، مش موضوع الحلقه طبعا، بس هاي المواضيع المخفيه راح نتكلم بها، راح نظهركم امور كثيره جدا. اقدر الغدارات للاسف الشديد موجوده في هذا هذه الشريعه الاسلاميه. هذه الشريعه ليست لها كرامه، لا للانسان، للرجل ولا للمراه ولا للاطفال. شو ذنب الاطفال ابوهم ذبحهم؟ فقد شعوره، فقد اعصابه، خلاص انتهى. هو نايم مع فلان، قلت له شو اسوي بعد؟ انت مو تجيني ترجعني، لازم محلل، واستحيت اقول لك. هاي المشاكل، شفت الكوارث اللي تحصل؟ هذا هو، هذه الشريعه الاسلاميه وهذه تعاليم الشريعه. يلا حبايب، كبسوا رجعنا على الشاشه، حلقه جديده من برنامجكم الحوار العقلاني، عقائد الشريعه الاسلاميه راح نتطرق اليها. هذا البرنامج ايضا من اعداد الاخ حسين العراقي، والاخ حسين تعرفون انه مسلم سابق يتبع الرب يسوع المسيح، وهو باحث في الشؤون الاسلاميه وعقائد الاسلاميه. الرب يبارك حياتكم جميعا، واهلا وسهلا بالجميع. كبسوا لنا على الشاشه، وتفضل استاذ حسين مايك معك. اهلا بك اخ كريم، ربي يبارك حياتك، تحيه لك ولكل مشاهدي قناه الاراميه الفضائيه. مثل على قضيه المحلل، فعلا انا شايف كثير فيديوهات كريم، انه الشيخ لما يخابر واحد يقول له طلقت مرتي وكذا، او وحده تخابر الشيخ فورا يقول له روح للمفتي اللي بالبلد اللي انت فيه. المفتي شو يسوي؟ شوف لها محلل، صح ولا لا؟ ما هي مشايخ نفسها. فعقائد كريم، ناتي مثلا اول عقيده نريد، مثلا هم يعتقدون بالتوحيد، اوكي؟ اوكي. والتوحيد هو توحيد الالوهيه للاله، توحيد الربوبيه كخالق وعامل الاعمال، وتوحيد الاسماء والصفات للاله. اوكي. وهذه يقولون متفرد بها الله لا وحده. طيب، توحيد الربوبيه انه هو الرب اللي يعمل معجزات ويعمل اي شيء وابدع بخلق الكون. مثل احياء الموتى والخلق. طيب، هذه المسيح كان عنده نفس الصفات بالقران. عيسى عليه. احسنت، اذا هنا عيسى صار داخل في توحيد الربوبيه. صار مع الاله رب في توحيد الربوبيه. الاسماء والصفات، المسيح اسماء الاول والاخر، صح؟ هاي نفسها بالقران. حيثما اجتمع اثنان وثلاثه، المسيح قال اسمي هذا انا موجود. هاي بالقران نفسه، يكون الله في وسطهم حيثما اجتمع اثنين ثلاثه. هنا صار بماذا؟ صار بتوحيد الاسماء والصفات. توحيد الربوبيه بالخلق واحياء الموتى وعمل المعجزات. توحيد الالوهيه، كلام الله غير مخلوق. المسيح كلامه كلمه الله، اذا هو غير مخلوق، الاله غير مخلوق. إذا هاي عقيدة التوحيد يدخل بها عيسى بكل صفاته، صح ولا لا كريم؟ إيه، محل علم الغيب والخلق أيضا. الخلق والإحياء. إحياء الموتى. أحسنت. وعمل الرزق، يرزق، ينزل الأكل من السماء. من هو الرزاق؟ الله بكل شيء عليم، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. عيسى كان يعلم الغيب بآيتين قرآنيتين. أحسنت. إذن هنا التوحيد. طيب، ننتقل من نقطة عيسى أخ كريم، نأتي إلى موضوع الصلاة. لا، هم يقولون إحنا نقدس الله، صح؟ هذا الحديث أخ كريم في صحيح البخاري أو صحيح مسلم عفوا، هو أعتقد هو نفس حديث الإسراء عن أنس بن مالك لما قال فرض بصحيح مسلم، صح؟ باب الإسراء، صح؟ اعتقد يكون صح، ما يعني متأكد. نعم، باب الاسراء، نعم صحيح مسلم، باب الاسراء. برافو عليك اخ كريم. هنا لان تعرف البخاري ما جاب حديث الاسراء والمعراج، البخاري كان متردد من هذا الموضوع، صح؟ معناها كريم اذا البخاري نوعا ما نكر الموضوع، البخاري اذا ما جابه معناه البخاري ما يعرف يمتى فرضت الصلوات، صح؟ لان هنا مسلم قال الصلوات فرضت، الصلوات فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، لكن خلينا نقرأ الحديث. لاحظ، قال وأنس بن مالك قال رسول الإسلام ففرض الله على أمتي 50 صلاة، قال فراجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال يا موسى ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى
فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربي فوضع شطرها 25 يعني. قال فرجعت إلى موسى فأخبرته قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. قال فراجعت ربي فقال هي 55 لا يبدل القول لدي. قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي. قال ثم انطلق بي جبريل حتى أتاني سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. سؤال لحظة كريمة كوشي استوقفني. هو مو يقول إله الإسلام بحديث قدسي بالبخاري لا عين رأت ولا أذن سمعت ما عدا الله بالجنة؟ ما عدا الله الذين يحبون وقال في الجنة. الجنة هي ما هي مسروغة من رسالة بولس الرسول. طيب نعم بولس قال ما لم تر عين وما لم يسمع به بشر ولا ما يخطر على قلب أحد أعد الله للذين يحبونه. محمد قال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر في الجنة. الجنة غيرها إلى في الجنة. طيب هنا يقول شفت الجنة وشفت ترابها والوانها يعني الأهل الإسلام يطلع كذاب. يا أما الله كذاب يا أما محمد كذاب. لأن الله يقول بالإسلام لا عين رأت ولا أذن سمعت بالجنة صح؟ محمد يقول شفتها وأكو حديث يقول رأيت الجنة وتناولت منها عنقودا كلا كما عافية كل منها وقال كلت منها تفاحة ورحت لمت وي خديجة وجابت فاطمة صح؟ هاي حديث صحيح من البخاري ومسلم. هاي أول نقطة. طيب هنا هذا الإله الذين يعبدونه طلع كذاب. هاي يجب أن نركز على هاي النقطة. ثانيا هنا أخ كريم هم يقولون نقدس الله تمام. خلينا نقرأ الحديث أيضا من كتب هذا صحيح مسلم حديث 163 خلاص حكم هذا الصحيح. خلينا نقرأ من الشيعة وبعدين أعقب على هذا الموضوع. في وسائل الشيعة أيضا الحر العاملي جزء الرابع صفحة 14 حديث 4389 قال عن محمد بن علي بن الحسين قال قال عليه السلام إن رسول الإسلام لما أسري به أمره ربه بخمسين صلاة فمر على النبيين نبي لا يسألونها عن شيء حتى انتهى إلى منه إلى موسى ابن عمران فقال بأي شيء أمرك قال بخمسين صلاة فقال اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فسأل ربه فحط عنها عشرا ثم مر بالنبيين نبي لا يسألون عن شيء حتى مر بموسى بن عمران فقال بأي شيء أمرك ربك فقال بأربعين صلاة فقال اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق فسأل ربه فحط عنه عشرا ثم أمر بالنبي لم يسألون عن شيء حتى مر بموسى بأي شيء أمرك ربك فقال بثلاثين صلاة قال اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فسأل ربه عز وجل فحط عنه عشرة ثم مر بالنبيين لم يكلمه واحد حتى مر بموسى فقال بأي شيء أمرك ربك فقال بعشرين صلاة فقال اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق فسأل ربه فحط عنه عشرة ثم مر بالنبيين نبي لم يسألونه عن شيء حتى مر بموسى فقال بشيء أمرك فقال بعشر صلوات فقال اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق فإني جئت إلى بني إسرائيل بما افترض الله عليهم فلم يأخذوا به ولم يقزوا عليه فسأل النبي ربه فخفف عنه فجعلها خمسا ثم مر بالنبي نبي لا يسألونه عن شيء حتى مر بموسى فقال له بأي شيء أمر ربك فقال بخمس صلوات فقال اسأل ربك التخفيف عن أمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك فقال إني لأستحي أن أعود إلى ربي فجاء رسول الإسلام بخمس صلوات ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كذا من لا يحضره الفقيه الجزء الأول صفحة أيضا 125. طيب حد هنا نتوقف كذا. تعرف الرسول اللي راجع مرة ثانية طاحت الصلاة كلها اي بس استحى بخيل الرسول راجع مرة ثانية من تروح خمس مرات تروح السادسة وخلص. في كارثة بهذا النص كريم بكل معنى المقاييس وهي هذا الإله اللي يقولوا احنا نقدسه ونحبه تمام. هذا الإله
يحمل الناس ما لا طاقة لهم به. هاي أولا. هذا الإله موسى أفضل منه، هذا الإله محمد أشرف منه وأفضل منه وأرحم منه بالناس. هذا الإله لا يعرف أن الناس لا تطيق، هذا الناس يطي شرائع ويدري الناس ما تقدر تطبقها. هذا شنو من الإله؟ موسى يعرف أكثر منا، يقول أمتك لا تطيق، شو ما يعرف أمة محمد هذا الإله؟ هذا الإله ما يعرف أن أمة محمد لا تطيق؟ هذا الإله موسى يعلم، يعرف موسى أنها لا تطيق، يعني هم دخل موسى بالعرب. موسى يقول له أنا أخذ الشريعة بني إسرائيل بالله ما طه كلها طاهية، هل موسى الله طه 50 صلاة؟ ما موجودة هذا الكتاب المقدس. الحديث يقول موسى قال له أنا ما خففت، أخذت الشريعة بما هي البني إسرائيل. منين حول موجودة 50 صلاة ولا خمسة؟ لا 50 ولا لا ما يعرف شرع الناس، هو يألف، هذا الرسول يألف الناس. هنا السؤال، على فكرة هي هاي كريم، اليهود عندهم 5 صلوات الصابئة، النصارى عندهم 5 صلوات كانوا، فهو أخذ من عندهم بدون فهم. لكن الفكرة أكو نقطة مهمة جدا، وهي لما يقول أمتك لا تطيق، يعني هذا الإله ما يعرفنا. الفكرة شنو كريم؟ محمد يريد يزرع بذهانهم انه انا سبب رحمتكم مش الله، انا اللي خففت عنكم. زي هذا مو شرك؟ هذا مو عبادة غير الله؟ يريد يقولهم انا اللي خففت عنكم، انا اللي رحمت بكم افضل من الله، انا اللي جبت لكم صلوات خفيفة، انا اللي جبت لكم شيء تطيقونه. هل هذه العقيدة ممكن أن تكون عقيدة من الإله الحق؟ هل بشر يكون أرحم من الإله على خلقه؟ إذن هنا محمد يريد أن يمجد نفسه، يريد يكون أفضل من الله. هسه أنت شايف المسلمين كريم إيش قد يكفرون بالله بس ما يسبون محمد، صح لو لا؟ ليل ونهار أسروا بالعراق بسوريا بمصر يسب الله تعرف إيش قد باليوم 1000 مرة يسب الله ويكفر. بس معنا الكفار، معنا محمد، خشوا محمد والله. أتحدى لا يسب. أتحدى. محمد. أستاذ محمد. تفضل. محمد. مرحب. أهلا وسهلا. عامل إيه؟ خير. خير والله، شايفكم عمال تغلطوا، بس انتوا الاثنين اولاد متناكة، انت يا كريم ابن متناكة وحسين دي ابن متناكة الاحول دي. شكرا جزيلا، شرفت الاسلام والمسلمين ولا يهمك، تفضل حسين كمل. نعم. هذا جواب على ماذا؟ جواب على طرحنا الاكاديمي من عندهم. اعتدنا على هذه الطريقة وهذه الاخلاق السيئة. نسأل الرب ان يسامحك اخويا، احنا ما عندنا مشكلة معاك. ولكن عليك تفكر، ورانا حساب، وراك رب العالمين يسألك. هذا واحد. طيب، في نقطة معينة هنا كريم، هنا محمد دا يبين لنفسه أنه أفضل من الله قدام المسلمين، صح لو لا؟ هو محمد، هو المسلمين يعبدون محمد هم لا يشعرون أصلا، هو الإله. بهاي النقطة، خلينا بهاي النقطة على مدرج نقطة نقطة. هنا أنت تريد رأيك على هذا الحديث كريم، تفضل. أي محمد يريد هو اللي يكون مشرع وهو اللي يكون مخفف ويكون الفضل أيله وليس لله. أحسنت. هو الفضل أنا كله عايد له، الرسول عمل والرسول جاء. إذن هذا، هل هذا توحيد وعبادة لله الحقيقي ولا هذا عبادة بشر؟ عبادة بشر، ما هم المسلمين يعبدون محمد وهم لا يشعرون. من سب الله يستتاب، ومن سب محمد يقتل حتى وأنت. جيد. أعلى سلطة محمد. ممتاز. نأتي إلى سورة الأحزاب اللي يقول، طيب هذه أول نقطة. نأتي أخ كريم إلى حديث الشفاعة في صحيح البخاري. العقيدة الإسلامية تؤمن
إنه محمد سوف يشفع، صح؟ يشفع يوم القيامة، يقول أمتي أمتي. أمتي أمتي. طيب محمد أمه وأبوه ما قدر يشفع لهم، قال أمي وأبي وأباك في النار في صحيح البخاري، وقال إن الله لم يأذن لي أن أستغفر لأمي. لماذا؟ لأنها ماتت على كفر، وأذن لي أن أزور قبرها. والحديث صحيح. ونزل عليهم آية قرآنية، إيش قال بالآية القرآنية؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين بعد ولو كانوا أولو قربى بعدما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم. قال هاي على أبو طالب وعلى أبو النبي وأمه. كريم، هل هاي الآية استرجع ينزلها بعهد أبو طالب؟ لو لما مات أبو طالب يلا حجاها ما في أبو طالب، شلون ينزل أبو طالب؟ كان يطرده. تعرف ليه؟ كان يصرف علي 13 سنة مكة، أبو طالب عايش بفلوس أبو طالب. شوف إيش قد ناكر للجميل وناكر للمعروف. طيب معنا اتصال من كالمير. كالميرو حبيبي، كالميرو كيف حالك؟ ألو، تفضل. ألو، أهلا وسهلا حبيبي، أنت شو أخبارك؟ أهلا وسهلا أخ. الإنترنت عندك كالميرو؟ اسمعني، الإنترنت عندك سيء جدا، يا ريت تصعد مرة تانية يكون الإنترنت عندك شوي أفضل. الإنترنت عندك علامتك حمراء، فسيء جدا 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 إنترنتك، يا ريت تضبط إعدادات جهازك، تشغل الطفيت، تطفي الواي فاي، يعني تعيد الريستر، تصعد مرة تانية ولا مسألة عندك. تفضل حبيبي حسين، كمل. برافو كريم. طيب إذا محمد لم يستطع أن يشفع لأمه وأبيه، كيف يشفع للمسلمين؟ هذه أول نقطة. كريم، في سقطة كبيرة في حديث الشفاعة. خلني أعطيك النص وين يكون أول شيء. هذا في صحيح البخاري، لاحظ، في صحيح البخاري حديث 4712، صحيح مسلم 1194 صحيح مسلم، صحيح البخاري 4712. طيب وأيضا نجد أيضا في كتب الشيعة، هذا تمام، صحيح البخاري 7440. طيب أخ كريم، شو يقول هذا الحديث؟ حبايب تحبسك بس على الشاشة حبايب، هسه ما وصلنا. الناس ذهبوا إلى كل الأنبياء وكل أحد منهم ذكر خطيئة، فأتوا إلى عيسى بن مريم فلم يذكر له ذنبا. أوكي، مكتوب لم يذكر له المفروض ذنب. هو يكون الشفيع، ليش نحن محمد؟ طيب وتكمل في فضيحة كريم، قال فقال عيسى اذهبوا إلى محمد، راوي أبو هريرة، قال فأتوا النبي فأنزل فقال له أنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال محمد غفر الله ذنبي وما تقدم وما تأخر فأنا أشفع لكم. سؤالك كريم، ذول الأنبياء اللي كانوا يوم القيامة كلهم بالجنة، الله غافلهم ذنوبهم لو ما غافلهم؟ المفروض بالجنة، هم شايفين بالجنة شو يسوون؟ شلون يدخل؟ غير غفر ذنوبه دخله؟ لا. إذا شنو فضل محمد بعد؟ لا بعد ما هو ما تشفع أصلا الفكرة. طيب مين اللي حق أن يشفع؟ اللي سوى ذنوبه وغفر ذنوبه، لو الذي ليس لم يعمل ذنبا؟ الذي لم يعمل ذنبا. زين، في ضربة مضروبة العقيدة. طيب مين اللي حق أن يشفع؟ اللي سوى ذنوبه. فكرة الشفيع محمد لحد الآن نفس الحديث. أنت تقول كل الأنبياء ذكر لهم ذنبا، عيسى لم يذكر له ذنبا، محمد قيل له الله يغفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك. أوكي، طيب كل الأنبياء مغفور ذنوبهم والدليل طبعا الجنة، لو ما مغفور ذنوبهم يدخلون الجنة؟ شو زمنا قاعدين غير مغفور ذنوبهم؟ رحم الله والديك. إذا شنو فضل محمد؟ مفروض الفضل لمن؟ للذي لم يذكر له ذنبا.
لأنه ما خطأ. سؤال يبقى آخر، ليش كل الأنبياء خطأوا من ضمنهم محمد والله غفر له ذنوبه والمسيح ما عمل ذلك؟ شو السبب يا محمد؟ يعني كلهم الأنبياء في حديث الشفاعة ذكر ذنوبهم، عندما وصل لعيسى سكت، لا قال عنده ذنب ولا قال ما عنده سكت. لا لا، الحديث مكتوب كريم، لم يذكر له ذنبا. لم يذكر له ذنبا يعني لم ما يذكر، ما قلت له ما ذكر له ذنب ولا قال عنده ذنب. ما قال عنده ذنب. خلاص، وكل واحد جماعة عندهم ذنوب، عندهم ذنوب، جاءت لمحمد يشفع. إيش معنى محمد يشفع؟ كريم أتوا إلى آدم فقال إني خرجت من الجنة، أتوا نوح قال كذا، أتوا إلى موسى قال قتلت نفسا، أتوا لإبراهيم قال إني شككت وكذبت ثلاث مرات، فأتوا إلى عيسى ولم يذكر له ذنبا، هيك مكتوب. طيب، وقال إبراهيم وذكر كذباته الثلاثة، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فأتوا إلى موسى فقال نفسي نفسي فقد قتلت نفسا بظلم، فأتوا عيسى ولم يذكر له ذنبا. طيب، قال له أنت يا عيسى أنت رسول الله وكلمته وكلمت الناس في المهدي وكلمته منه ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن إلا هنا ما نرى ما بلغنا. فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا. قال اذهبوا إلى محمد فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى رب. طيب ذولاك الأنبياء الله غفر لهم ولا ما غفر لهم؟ سؤال، الله غفر لآدم لو ما بالقرآن مكتوب وتاب عليه، صح لو لا؟ أكيد. ونادى نوح فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وأيوب وداود غفرنا له صح، وإن عندنا له حسن مآب، كلهم مغفور لهم، والدليل يدخلون الجنة. أكو واحد يدخل الجنة ما مغفور له؟ المفروض لو من أول واحد ويشفع لو هو يدور بدون ذنب عيسى يشفع، ما دام عدى الناس اللي عندهم ذنوب وراح لمحمد اللي يشفع، محمد ايضا مذنب وهم بالجنة في مشكلة. محمد ايضا مذنب، مذنب، ما هم كلهم مذنبين دول. هلا غفر لك الله ذنبك، هاي قرانية، هاي قرانية، وهذا الحديث نفسه. طيب وشنو غفر لك؟ يعني الله ما غفر لبقية الانبياء، لعل شلون دخلهم الجنة؟ هاي تناقض، كيف يشفع لكم؟ المفروض اللي يشفع الذي لم يذكر له ذنبا. هاي واحد. آية القرآن يقول لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، على لسان محمد، محمد قال لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. تفسير الطبري القرطبي ابن كثير قال وهذه يوم القيامة، المراد به يوم القيامة، يوم القيامة. طيب، عقيدة الشفاعة عقيدة تالفة ومضروبة بنص القرآن إنه محمد يشفع، ومضروبة أيضا بماذا؟ أيضا يا أخوان أخواتي بحديث محمد نفسه، نفس الحديث يقضي على شفاعة محمد، اللي ذكر محمد وقال أنا راح أشفع هو نفس الحديث يقضي على شفاعة محمد. طيب، هذا مثال التوحيد. لحد الآن إحنا وين بالتوحيد؟ خلصنا نقطة التوحيد، دخلنا إلى نقطة نبوة محمد. سابقا الأنبياء بالعهد القديم والله لما يطيع لان ويطيع نبوة أو يذهب يتكلم صح؟ أيوة. محمد لا، راح للقسيس ورقة من نوفل، الحديث صحيح في البخاري، يسأل أنا نبي لو لا؟ طيب القسيس أنت تقول كفار النصارى صح؟ إنه القسيس شو عنده جهاز كشف النبوة يعني؟ فتح الباري بشرح صحيح البخاري كريم، تعرف بشرح الحديث شو يقول؟ على حديث البدء الوحي قال لم يقل له ورقة بن نوفل إن هذا الناموس الذي أنزل على عيسى، تعرف ليش السبب؟ قال يعني النصارى لا يعتقدون بأن عيسى نبي ينزل عليه، بل يعتقدونه هو الله الذي يوحي. يعني رايح النصراني يعبد المسيح، يقول أنا نبي ولا لا؟ شو ليش كفرتهم بعدين؟
سؤال، ليش كفرتهم بعدين اذا انت رايح تسال انا نبي لو لا؟ يقول لك ها لان عندهم كتاب ويعرفون. طيب ليش قلت على كتابهم محرف؟ يقول لك مو اني اللي طلعها منه، اول واحد كريم ابن حزم الاندلسي، صح ولا لا؟ هو اول واحد ما قال الانجيل محرف لفظا، قبلها كانوا يقولون محرف التفسير، صح؟ علشان ما وجدوا باسم محمد. برافو عليك. تعرف ابن تيمية ايش قال؟ قال والتحريف حدث بعد ما بعث النبي، لما النبي صار دعا النبوة هم اجوا وحذفوه بعد ما بعث النبي. كيف يرد على هذا الكلام؟ هاي طبعا اشكال طرحها ابن تيمية. الرد عليه سهل، المخطوطات اللي بين ايدينا للكتاب المقدس هي نفسها قبل محمد ب 600 سنة، 900 سنة للعهد القديم، 600 سنة للإنجيل عهد الجديد، فهي نفسها الموجودة بذاك الوقت حاليا. هذا يبطل قوله أنه تحرف بعد ما بعث محمد. مخطوطات ما بعث محمد هي أصلا في استحالة كمان. نعم، لأن بعد ما بعث محمد، أنت شوف بين محمد وبين المسيحية 630 سنة. هاي 630 سنة المسيحية انتشرت في كل مكان، بنت كنائس في كل مكان، الإنجيل ذهب إلى أماكن كثيرة جدا. كيف يتحرف؟ هي مو كيف يتحرف، هي أصلا المسيحية كانت يعني بزمن محمد أقول الملكيين اللي هم الكاثوليك واللي عاقبه الأرثوذكس، صح لو الأخ كريم؟ موجودين بزمن محمد. هو كيف يحرف؟ يعني كانوا طوائف، والمشرق كنيسة المشرق ثلاث كنائس كانت موجودة، يعني أرثوذكس وكاثوليك و... لا هولي ثلاث طوائف بس، كل طائفة عندها 100-200 كنيسة كمان. أحسنت، برافو عليك. كل 100 مسيحي بإنجيل، وكل كنيسة بها عدة أناجيل. مين الذي حرف يجمع الكتب كلها حرفها رجعها مكانها مرة ثانية؟ هي استحالة. هو ما هو كتاب واحد يحرفه. إذا حرف الطائفة أكيد الطائفة الثانية راح توقف ضدهم، صح ولا لا؟ فاصلة زمنية بين السؤال. ليش الإنجيل نفسه من زمن المسيح الإنجيل نفسه عند كل الطوائف ما بيمشي؟ ما هو عند كل الطوائف نفسه، مين اللي حرف؟ يعني إذا حرف واحد ليش شلون اتفقوا؟ وين انجمعوا واتفقوا على التحريف؟ ما يمشي الحال أبدا. حبايب شكرا للدعم، كبسوا حبايبي، كبسوا على الشاشة رجاء. عيد واحدة، عيد واحدة، خلينا نكبس على الشاشة بس، خلينا نرفع البث. صعدوا شباب شاركونا بالموضوع، صعدوا شاركونا حبايب اللي تحبون شاركونا، أخو نيكولاس والأخوة الموجودين معنا. صعدوا دعمونا البث شباب، صعدوا دعمكم معنا عشان البث يندعم كمان. طيب رايح تسأل نصارى، هذه واحد بعد عندك نص محمود. يقول لك يلا، يقول لك المعاد العقيدة الثالثة بأصول الدين كريم، المعاد توحيد النبوة المعاد عند السنة، صح؟ والشيعة زادوا لها العدل والإمامة، زودوا الشيعة سووهن خمسة. طيب نأتي إلى المعاد. المعاد عجوز يهودية قالت لمحمد أكو عذاب قبر. أي وكتبها أول نكرها. عفوا، أول قالها لا ماكو موجود، هاي خرطقة. هذا الحديث كريم عندي في صحيح البخاري، قال كانت عجوز يهودية دخلت على عائشة، فكلما عائشة صنعت لها خير قالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فأتى النبي فقالت له عائشة يا رسول الله أن يعذب الناس في قبورهم بعد الموت؟ فقال معاذ الله. فقالت هذه اليهودية تقول ذلك. قال كذبت يهود وهم على الله كذب عز وجل، لا عذاب دون يوم القيامة. شنو معنى الكلام هذا؟ العذاب ماكو عذاب قبر. قالت فرأيته بعد أيام يعظ الناس من عذاب القبر في المسجد. إيه تعلم، تعال خاف، قال لك في عذاب قبر وأنا مش متأكد. لا، لأن ما عنده محتوى، سوى محتوى هابط، صح؟ إيه. لأن ما عنده محتوى قام يتخيل، فشنو؟ قال لك هاي خوش أسوي لي بيها، على الأقل أخذ الأربع وعظات بيها، الأربع خطب جمعة، تمام؟ ألزمهم بيها هيك الشجاع الأقرع، بساط من نار، سلسلة يدخلونها بيه من وراء، يسوي غير الشاكوش والمطرقة والحية اللي هو ثعبان أغرع موجودة عند الزراتشتية ومرسومة على الحيطان. الزراتشتية هم قبل الإسلام موجودين ومرسومة على حيطانهم عندنا بإيران في حائط اسمه حائط دسفول يسمونه. شلون حدكم حائط بابلتهم؟ يا حائط دسفول هذا مرسوم عليه رسم
رسم في غبر وامرأة نايمة بالغبر وفوقها ثعبان وشاكوش وتسأل شو هاي مكتوبة بالخط الميخي؟ شو هاي؟ قال لك هاي عذاب الغبر عند الديانة الزراتشتية كانت موجودة عذاب الغبر. محمد تعلمها من سلمان الفارسي ومن اليهود نفس الشيء. مو هو نعم ومن اليهود أحسنت. اليهود أحسنت كلمك واحد لعازر الكاهن في القرن الأول الميلادي، مو الناس ظلت تصير مسيحية. العازر الكاهن قام يخوف اليهود، قال ما واحد ينحرف عن شريعة موسى ويروح يصير بغير نصراني أو هيك شيء أو مسيحي، راح يجوا ملائكة ويجثون على صدره بالقبر. أوكي. اسمه العازر الكاهن، هذا من القرن الأول. وإجا وراه كتبها أيضا مين؟ بالموسوعة اليهودية، هذا الكلام موجود بالموسوعة اليهودية العامة. إجا يضحاك بن برناك راهب ثاني أو رابي، وعسمه العازر الكاهن وعسمه رابي، وهذا في الموسوعة اليهودية. هم اخترعوها يمتى؟ بالقرن الأول لما كان اليهود يصيرون هواي مسيحيين. طيب محمد الكريم قبل لا يسرق هاي الفكرة من سلمان الفارسي واليهود، هو منزل آية نافي بها عذاب القبر. هسه أقول لك لاحظ ماذا يقول القرآن. أي في سورة ياسين 52 شو تقول الكريم؟ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث يعني القبور إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ها يوم القيامة. أوكي يعني متفاجئين يقولون طلع الصدق أكو الله وأكو عذاب. طيب مو تقولون راح يتعذبون من أول ما يموت من أول يوم يتعذب ويجون الملائكة ويقولوا لا الله وربك وهي السوالف. من ربك؟ من نبيك؟ من الرجل اللي بعث فيكم؟ ما هذا الكتاب؟ يقولون هاي منسوخة، منسوخة بآية ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. زي هذا تناقض. هنا شي يقولك كريم؟ يقول يجون يوم القيامة متفاجئين يلقوها طلع الصدق أكو الله وأكو مرسلين وأكو عذاب. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يعني كانوا بنوم، يعني كانوا ما يحسون بشي بنوم. شنو المرقد كريم؟ الغبر. يعني ما بيها ما نايم به صح؟ نايم مكان النوم. قالوا يا ويلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يعني شنو؟ طلع صدق أكو الله وأكو نار وجنة. طيب وين عذاب القبر؟ هنا متفاجئين. ماكو بعد هنا استثنى الموضوع. بهود مرة ثانية كريم 98 إيش قال لك؟ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، يعني على فرعون. طيب يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني مو بعذاب القبر يطبون بالنار وتعذبون يوم القيامة صح؟ يوم القيامة هذا عذاب. هذا هاي ما الكيلاني يقول لك ماكو عذاب قبر، دائما يتكلم مع المسلمين. طيب ماكو عذاب قبر، شو سووا بالآية ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون؟ يعني حاجز. والتفاسير والأحاديث الصحيحة مجمعة على أنه ماذا؟ على أنه هذا هو عذاب القبر. هو شوف راد يقول في عذاب غبر، راد يقول ما في عذاب غبر. خذيت هاي قالك هاي موجودة، خذيت هاي هاي مثل السوبر ماركت. هي المشكلة شنو أكريم؟ هي المشكلة محمد قال هاي الآيات اللي تنفع عذاب القبر قبل لا يعرف المعلومة، قبل لا يعرف المعلومة من اليهود ومن سلمان، فانحطت بالقرآن، انحطت بالقرآن. من إجى هنا صارت أكو مشكلة كبيرة، صار أكو لغط كبير. طيب سؤال، محمد لا ينطق عن الهوى أليس كذلك؟ يقولون هكذا. كيف قال ماكو عذاب دون يوم القيامة وبعدين وراء أيام راح بالمسجد قام يعيد الناس من عذاب القبر؟ يعني هل فكر بالفكرة وشافها حلوة عشان يوعظ بها العالم ويخوف بها الناس واقتنع بها وقام يقول هاي من الله؟ عجبت
عجبتك. طيب وين وصلنا تقريبا ساعه وانت كبيساتنا حبايب، تكبيسات ومشاركات رجان، واللي يحب اذا نطلع على المايك الاتصال مفتوح للكل، شاركونا البث وتكبيس ايضا كبسوا، اطلعوا معانا شباب، اطلعوا معانا وتكبيس، صعدوا معانا شباب، واللي يحب يشارك معنا هو سهل علشان شوي بس البث يصعد. نعم هاي نقطة. طيب هذا الميعاد ايضا مضروب، اكو عقيدة اسلامية ما بيها خلل. طبعا النبي هو الذي يتنبأ والله يعطي بلسانه رسالة، النبي مو يحصل فلوس او سلطة او جنس من ابلاغ الدعوة، النبي مو هكذا. مرحبا من معانا، شوف اخونا الاسد حبيبي كيف حالك؟ سلام المسيح معكم، الرب يبارك خدمتكم يا رب. الحقيقة الموضوع هذا موضوع عذاب القبر ليس فقط أنه الأدلة على كذبته أنه هو وارد تاريخيا في عقائد قبل الإسلام، بل أيضا هو مناقض للعلم مناقضة كاملة. الإنسان عندما يموت اليوم في علم الطب عم بحكينا، كل جزء من الجسم له فترة حياة بعد خروج الروح، مثلا خلايا الدم قد تعيش ماكسيموم 4 دقائق، القلب والأعضاء الداخلية إلى زمن محدد كذلك ما بعرفه بشكل دقيق أنا، لكن الأعصاب هي آخر شيء يموت في الجسم، هي ما بين 9 إلى حوالي 12 دقيقة حسب سن الإنسان. فالجسد يموت نهائيا ولا يعود للحياة. والمشكلة الأكبر أن بعض أجزاء الجسم يمكن إحياءها، مثلا اللي بتجي جلطة قلبية ممكن عبر النبضات الكهربائية يرجع للحياة، أما الخلايا العصبية لا يمكن إحياءها بتاتا. الأمراض العصبية التي تصيب الأعصاب والخلايا العصبية لا يمكن أبدا شفائها. فكيف الميت بيحس بعذاب القبر؟ حلوة النقطة، سؤال منطقي، أنا راح أجاوبك. تفضل. حسب العقيدة الإسلامية السنة والشيعة، عذاب القبر واقع على الجسد والروح، فيقول لك ترجع روح الميت إلى جسده ويحيا ويتعذب. طيب نفتح قبر، أتحدى إذا رجع المفروض يطلع من القبر يضل يفلش ويطلع، وإذا ما طموزين ممكن يطلع. زين شلون يرجعون يحيون هو تحت التراب ما يختنق؟ إضافة يعني أريد أفهم، لما فتحت قبور معروفة هذا الشيء، يطلع يأكل جسم الجسد تأكله الأرض، وين الحرام؟ عذاب القبر. طيب اللي يغرق بالبحر ويروح ياكل السمك هذا وين يتعذب؟ يمكن ايضا تعاد الى الروح. وين تعاد الروح؟ اللي بالبراكين تروح تروح بالبركان وتحترق بالنيران بالافران، يحترق يصير فحم، هذا عذاب القبر. وين يصير بيه بعد؟ اليوم في اوروبا في شيء اسمه الموت الرحيم، وفي حرق الجسس معروف، ويبقى من جسم الانسان كتليات تتعدى 1 سنتيمتر مكعب، يفنى بشكل نهائي. وين تعاد الروح وين عذاب القبر؟ في تناقضات كبيرة جدا 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 في مسألة عذاب القبر. نعم المعتزلة شباب، أخكريم المعتزلة نكروا عذاب القبر، ونكروا أنه يكون روضة من رياض الجنة وحفر من حفر النار، ورفضوا أن الميت يجلس في قبره. يعني تعرف شنو حجتهم؟ قالوا نفتح قبر يوم كامل، هل راح نشوف عادت له روحه ويقعد يهجي بالكفن ويطلعون راسه ويحجون وياه؟ ماكو كلام، كان يمرق على البشر من 1400 سنة، تفروهم وقتلوهم، حجة منطقية، لأن العذاب القبر عائد يقولون على الجسد. طيب افتح الجسد هل تلقى به آثار أقرع شجاع لاسعة؟ نجي ورا أسبوع نفتحه، مو يقول لك راح ينذغل الأقرع الشجاع إذا واحد كافر؟ المفروض المفروض نفتح قبر واحد ونشوف هل بي لسعة أفعى؟ وين لسعة؟ يا أما يكون موجودة بلسعة الأفعى، يا أما يكون محمد كذاب.
ليش لما نطرح هذا بس لا ليش لما نطرح هكذا يسبونا ويشتمونا؟ افتح قبر وشوف هل بي لسعة عقرب او لسعة حية. اذا فتحت بالجسد او بالجثة لسعة افعى يطلع محمد صادق. لازم نجيب اقل شيء 20 ميت، 20 ميت من الكفار نسوي تجربة يا اخي. مو يسوون تجربة ماكو هالشيء بابا، ماكو واحد عضى تعبان. هم يعرفون، هم يعرفون. انا دحكيها من ناحية حتى يستوعب. سلام نسمع. سلام ونعم اخوينا كلاس حبيبي، كيف حالك؟ شكرا اخوي كريم، اخ حسين، اخي اسد، جميع المتابعين قناة العربية. كيف معك؟ انا حبايب كبسوا ما وصلنا العقائد الاسلامية. هو كتبها شخص جاهل وما لا يفقه شيء، لهذا السبب هي خرافات كلها. يعني هسه لما نطلع اي شغله مكتوبه راح نشوفها هي خرافه، هي ما يعني ماكو عقل يصدقها. عذاب القبر وما اعرف القرصه، لازم العقرب يكون مقروص، يعني شغلات ما تشيل العقل. يعني اللي كتبها مبين شخص جاهل. وثعبان اغرح، واكو ثعبان بشعر اصلا عشان اغرح هذاك الثاني. وكل اغرعه هي التعابين ما عليها الشعر يعني. ثعبان اغرح. في احدى المدن اللي كنت فيها انا مره كنت حاضر في جنازه، فكانوا موجودين اثنين عم يتناقشوا في الموضوع. عم بيقول له، اسف على التعبير يعني، عم بيقول له دهنتوا له صابون؟ قال له ليه؟ قال له مشان تسهيل عمليه الثعبان الاقرع. قال له اسا بتصدق هيك خرافات؟ اللي قال كلمه اسا بتصدق هيك خرافات قامت القائمة عليه، مع أنه هو طبيب، مع أنه هو طبيب، واللي قال هالكلمة التانية اللي معه هو إنسان غير متعلم. فتخيل أنت، لك أن تتخيل يا عزيزي، أنه اليوم يتم تكفير أصحاب العقول والمتعلمين والمثقفين بناء على خرافي، لأنه عقل يرفض هذه الخرافة. مع أن يمكن 90% من المسلمين اليوم يرفض هذا الكلام بالمطلق بينه وبين. لا 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 اختلف معك اخوي، تصدقني 90% يؤمنون به. هاي عذاب القبر، احنا تربينا بيئة اسلامية انا وكريم، احنا هلا كانوا يحكون هذا الشيء. هم يهاجمون هذا واحد كيالي ما بعرف ايش يقول ماكو عذاب قبر. المسلمين كلهم يهاجمون يا اخوي، المسلمين كلهم. لا لا اخوي، المسلمين يؤمنون في عذاب قبر. احنا تربينا بيئة اسلامية، انا بحكي عن نفسي. ما هم غير يطلعوا محمد كاذب، لو طلع كاذب هو مش نبي. وكريم نفس الشيء، كنا هذا نحكي نجتمع بالمساجد بالمدارس من الأهل القرايب، هذا يؤمنون به. إنه يجيك الأقرع الشجاع متخصص بالصلاة، كان أنا أحكي لك، كانوا يقولون بالشيعة هذا الشجاع الأقرع. مثلا أنت مضيع صلاة الصبح كم مرة؟ مضيع مثلا 5000 مرة مضيع صلاة الصبح مثلا. شو يقول لك؟ يلذغك من صلاة الصبح الثاني يوم صلاة الصبح، هاي حتى يعوض لك صلاة واحدة. يعني ايش قد لاذغك 24 ساعة يلذغ بيك من صلاة الصبح لحد صلاة الصبح. انت ناس الظهر يرجع يلذغك من الظهر لحد صلاة الظهر ثاني يوم. وهاي هيش على هذا المنوال. انا مرة سأل الشيخ كريم على هذا الموضوع. ايوه. قلت له واحد كافر مات صار لآلاف السنين، والمرأة اللي كتلة المهدي عتهم عدها لحية يقولون قبل يوم القيامة بيوم واحد، تمام؟ تعرف المهدي وإيمانه وهاي، تعرفه إمام وتكتلة وتموت يوم واحد ويصير يوم القيامة. قلت له شنو ذنبها هاي؟ ارتكبت أكبر ذنب. شنو ذنب ذاك الميت آلاف السنين ويتعذب بقبر آلاف السنين؟ هو كفرة أقل من هاي، وهاي تعذبت بالقبر يوم واحد، هاي عدالة إلهية؟ هيك شوي. أنت منو علمك هاي الأسئلة؟ خلاص لا. ما بريدوا حد يفتح عقله. هذا السؤال الوحيد أشوف هذا يهدم معتقده. وهاي مثلا العذاب على الجسد، زين وينك الجسد شفتوه مفشخ؟ منو طلع من قبره مفشخ؟ محمد طلع من قبره مفشخ. طيب محمد ضل 3 أيام بلا قبر، خارج القبر، وين كان الثعبان الأقرع؟ قالهم العباس، قالهم والله أنا صاحبكم بشر فقد ينتن، صح لا؟
أبو بكر قالت فين وجيبتكم؟ أي طلعت ريحة الرسول. يعني الشعبان الآخر نفر وثلاث أيام أخ حسين. التأخر عليه إيه؟ إلا ينام بالقبر يلا يجي الأقرع، ما يندل المكان بس بالقبر. زين سؤال، هو الأقرع الشجاع واحد، أوكي؟ أكو ناس اندفنوا بنفس اللحظة. تمام؟ يجي لهذا 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 شلون؟ منكر نكير. أكو ناس ماتوا بنفس اللحظة مثلاً آلاف. واندفنوا بمقابر جماعية. أو دفنوا بغير مكان. بلحق يدور على الكل. شلون يلحق يدور على الكل؟ ومنكر ونكير هم اثنين. طيب في في هذا وهذا بنفس اليوم، سؤال شلون يلحقون؟ في أقرع مختص أوروبا، إنجليزي، ألماني، معه لغة ما نعرف شو وضعه يعني. لا هم هم على فكرة إيمانهم أخوي عذاب القبر مو بس بالقبر، لا لأي واحد ميت، إنه هذا يقول لك غيبي في عالم اسمه البرزخ، الله يرجع جسده بذاك العالم ويحييه. فيبقى السؤال القائم، ناس ماتت بحرب باللحظة موت الميت، إذا دفنوا يقول لك إذا دفنوا يجي يتأجل جيدا بالقبر، لكن إذا ما اندفن يجيب أي مكان يموت بيه، بالبحار بالنار، فاهم علي؟ يبقى سؤال، يبقى سؤال قائم، منكر ونكير كم شخص؟ اثنين. أكو غيرهم؟ لا هم المفروض لا. طيب ناس بالحرب العالمية براوندا بيوم واحد تكتلوا 100,000 واحد، واحد ذبح الثاني، راوندا بأفريقيا بالتسعينات، أوكي؟ بيوم واحد 100,000 واحد. ذولا منكر ونكير شلون يسألون ذولا من ربك ومن إلهك بنفس اليوم؟ سؤال، شلون لحقها واليوم 24 ساعة؟ بيسألون جماعي. زي الناس ما تموت سوى بكورونا، أيام كورونا بإيران مات 2000، بإيطاليا 3000، بالصين 4000، كلهم وين لحق طارب هايطب وشو يسألهم واحد واحد؟ يبعثوا لهم رسائل على الواتساب أخ حسين وبيجاوبون هو يكفرد لحظة. طبعا مع الأسف هم يعني يؤمنون تطورت اليوم الأموات تطوروا يعني، يعني حتى لما يساعدون وياكم أنتوا أخوة يقول لك أنت مو عندك عذاب قبر وما إيش، يؤمن بهذا الشيء. خلينا ناخذ اعلانات، احنا عندنا اعلانات اذا العلامات جاهزه، المخرج يخلي لنا اعلانات، اعلانات البرامج اللي وصلنا ساعه وانا منتظر حد لا اقل شيء 5,000 نوصل يعني، يعني بعد بش... واحد مسلم شتمنا وهرب برنامج الساعتين حبايب انتم تعرفون ف شتمنا وهرب، ما ما شفنا احد يحاول. لو الاعلانات جاهزه هاي الساعه الثانيه راح نكبس شوي اكثر، خلونا يدوح نكبس، واذا الاعلانات جاهزه ناخذ اعلانات المخرج سيد مخرج خلينا اعلانات، فرجاء تكبيس اذن على الشاشه حبايب، الشاشة كبيرة ما شاشة التكبيس كبيرة نقدر نكبس عليها. غدا يأتيكم برنامج خدعوك فقالوا لك، برنامج الأخشانت، والموضوع إن القرآن من عند الله، هذا البرنامج يأتيكم من الثلاث غدا على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. مجيء الملك وملك والملك الألفي، مجيء الملك والملك الألفي، هذا البرنامج يأتيكم من الأربعاء 15 مايو أيار 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا. برنامج يسوع عن محمد، برنامج الأخ جو، هذا عنوان الحلقة ربك يسارع في هواك، يوم الأربعاء 15 أيار مايو 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. البرنامج اللي بعده قضايا مصيرية بين الإسلام والمسيحية، عنوان الحلقة هل كان محمد هل كان الرسول على خلق عظيم، هل كان الرسول على خلق عظيم، برنامج يأتيكم يوم الخميس 16 مايو أيار 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا. البرنامج اللي بعده المرأة وأحكام القرآن، عنوان الحلقة هل إله الإسلام محب للبشر، يوم الجمعة 17 مايو أيار 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. البرنامج اللي بعده برنامجي يأتيكم يوم الجمعة ما بين الشريعة والنعمة، لماذا نرفض نبوة محمد، يوم الجمعة 17 أيار مايو 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. البرنامج اللي بعده الحكم بعد المداولة، يسوع ابن الله ورجل التاريخ، السبت 18 مايو أيار 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
قناة العرامية الأولى وقناة العرامية الثانية، رجعناكم تابعوا قناة العرامية ABNSAT، أي مكان تكتب ABNSAT في جميع برامج التواصل الاجتماعي هذا هو اسم قناة العرامية. تستطيع تتابع قناة العرامية في كل مكان، وهذا أيضا ويب سايت الرسمي قناة العرامية www.abnsat.com، هذا الموقع الرسمي. تستطيع من خلال الموقع تشوف كل الإعلانات، تشوف كل برامج العرامية، وأيضا يمكنك دعم قناة العرامية. دعم قناة العرامية الدعم المادي وصلواتك مهم جدا في هذا الوقت. طبعا العرامية في حاجة ماسة إلى الدعم المادي، لأن دخل العرامية في تنازل شديد وبرامج العرامية بتكثر، خدمات العرامية بتزود يوم عن يوم والدخل بيقل. فرجاء عيد وحدة خلنا ندعم قناة العرامية بأي مبلغ رضيضة على قلبك. ادخل على ويب سايت قناة العرامية أو خذ امسح هذا الرمز اللي موجود على الشاشة من خلال باي بال، أو في طرق كثيرة جدا ممكن تتواصل مع العرامية، تتصل بالتليفون موقعنا يعني في الموقع تجد أرقام قناة العرامية موجودة، تستطيع تتواصل معهم تكلمهم تطلب طريقة الدعم اللي تناسبك وتعضد هذه الخدمة لكي تستمر للأخوة والأخوات المسلمين وغير المسلمين أيضا. ربي يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلامة. طيب حبايبي كبسوا رجعنا على الشاشة تكبيس ايد واحدة، خلونا نكبس، احنا المفروض 50 الان، المفروض فوق 50 يعني 10,000 ناقصين، احنا 10,000 تكبيس ناقصين عن الاسبوع اللي فات، هاي كواغت يكون 52-53 لان يعني فوق الساعة عدينا، فلازم يكون اكثر من 50، فاحنا اغل من 50 للاسف. فكبسوا ايد واحدة، خلينا نكبس ايد واحدة مع بعض نعوض الاعداد الناقصة لكي البث يستمر وتوصل الحلقة للاخرين. أيضا حبايب الرب اللي يحبون يشاركون معنا أخوة مسيحيين ومسلمين، الاتصالات مفتوحة للكل وعنواننا هو الشريعة الإسلامية أو تعاليم الشريعة الإسلامية. الرب يبارك حياتكم، تفضل أستاذ حسين. حسين أنت مكتوم. أوكي حسين عندك اتصال، أوكي حسين عندك اتصال بيكلم، مش مشكلة راح يرجع لنا بعد ما يخلص الكتم. طبعا تكلمنا على عذاب القبر، تكلمنا على المحلل، هذه من الشريعة الإسلامية. في الشريعة الإسلامية أمور واضحة وفي الشريعة الإسلامية أمور مخفية. الأمور الواضحة المسلم يعرفها الصوم، صلاة، الحج، الزكاة، الجهاد في سبيل الله، هي أعمال وهي شريعة نفس الشيء، علشان لا أحد يقول هذه أعمال وليست شريعة، هي الشريعة تشرع لك هكذا. إذا ما تصلي فأنت ناكر للشريعة غير مسلم، إذا ما تصوم أنت غير مسلم ناكر للشريعة. فهذه الأمور الظاهرية. الأمور المخفية مثل المحلل، المحلل موجود بالقرآن بس العلماء قليل يتكلمون به، قليل جدا يتكلمون في هذا الموضوع. ولكن إذا رجل طلق امرأته للمرة الثالثة وراح تواصل مع الشيخ وقال أنا طلقتها المرة الثالثة وعندي أولاد منها وأريد أرجعها، أريد أعمر البيت من أول، ماذا أعمل؟ الشيخ راح يشوف لك حل، راح يعطيك رقم محلل، يقول لك هذا محلل اتصل به، أو أنا أعرف لك حد، أو جيبها زوجتك فين أعطيني رقمها نتواصل معه ونحللها لك وبكرة تجيك جاهزة. هذه أمور مخفية العلماء يعملونها وموجودة على التلفزيون وموجودة بالشريعة الإسلامية، وحكيت لكم قصة مؤلمة في الموضوع الأول. الرجم أيضا، رجم الزانية وغسل العار أيضا، رجم الأمرأة الزانية إذا أمرأة زنت ووجدوا أنها زنت وعندهم شهود عليها وثبتوا الموضوع، طبعا الأربع شهود وهذه الأمور هذه أمور تعقيدية، بس في بعض الحالات يرجمون الأمرأة، وهذا بأفغانستان حصل كثير بالشوارع يرجمون الأمرأة الزانية. هذا غلطت يعني أمرأة غلطت، بس الرجل لا يرجمون، لا يوجد رجل يزني بالإسلام، الزنا بالإسلام للرجل غير موجود أصلا، لم تجد في كل تاريخ الإسلام إلا شخص واحد اسمه ماعز محمد رجم، ولكن من بعد محمد لم يرجم أي إنسان مسلم. هل المسلمين لا يزنون؟ بالعكس الرجال تزني أكثر من النساء، ولكن النساء إذا زنت يطبق عليها غير الجلد اللي هو 100 جلدة، هذه غير متزوجة، ولكن إذا كانت متزوجة ترجم حد الموت. هذا الرجم لا يرجمونه على العلن، لا يرجمونه على العلن، ولكن يأخذون موافقة أبو البيت ويأخذون موافقة زوجها اللي مشتكي عليها، طبعا وما راح يكون زوجها، وراح يأخذونها يرجمونها في أماكن خاصة وتموت، وهذا موجود بالسعودية، موجود في إيران، أفغانستان طلعها بالشارع بالعلن لأنها تطبق الشريعة، بس الدول الثانية بيرجمونها بالخفاء يعني، وتموت يقول لها زوجتك ماتت خلاص تحت الضرب الحجر ماتت يعني. هذه شرائع مخفية موجودة بالتاريخ الإسلامي وكثير جدا من هذه المواضيع. الشريعة الإسلامية النقطة الثانية تتضارب مع بعض،
تعليم الشريعة يعطي شيء، تطبيق الشريعة شيء آخر، وإذا تضارب مع بعض. إذا كان هذا الكلام من الله لا يمكن يتضارب، ولكن الشريعة غير مرتبة. إذا عملت شيء ممكن تنقض شيء آخر، وإذا عملت شيء آخر ممكن تنقض الكل كمان في نفس في 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 نفس الوقت. يعني محمد رسول الإسلام لم يلتزم الشريعة، هذه مشكلة ومهمة جدا نعرفها. محمد هو المشرع، هو اللي جاب الشريعة للناس. الشريعة هي قانون أو ناموس يسمونه ببعض اللغات، يعني قانون، قانون هذا الدين كيف البشر يعيش بهذا القانون. لكل رجل مسلم يتزوج 4، محمد تزوج أكثر من 11 امرأة رسميا اللي معروفين طبعا، ولكن الملك اليمين والعبيد والأماء توصل ل 76 امرأة بالعدد. فين الأربعة؟ فين انكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع؟ لماذا محمد لم يلتزم بالشريعة اللي هو وضعها؟ الخمس لا يحق لمسلم ياخذ خمس بالحروب، محمد كان ياخذ الخمس، الشريعة عنده خاصة بنفسه. في أيام رمضان لا يمكن أن تفطر، إذا فطرت أنت كافر أو يكون مطلوب رمضان، إذا إلا على أمر اضطراري. الرسول كان في أيام رمضان يشرب مية الظهر، ليش يا رسول الله؟ قال الدنيا حارة ما أقدر. في صيام رمضان أيضا قال لك اعتزلوا النساء بالمحيض، الرسول لم يكن يعتزل لا محيض ولا بدون محيض، ما عنده مشكلة، الرسول خط مفتوح له. علماء المسلمين عندما سألناهم على الموضوع لماذا، قال لك إن الرسول عنده خاصيات وخاصياته فوق الشريعة، الشريعة للمسلمين بس لا يخص الرسول. لو كان الرسول من الله كان التزم بالقانون. أبسط مثال على ذلك، إذا أنت في الإشارة الحمراء شوف البوليس يجي يقف جنبك جنب إلا جنب معك، ليش؟ إشارة حمراء، البوليس هو اللي وضع الإشارة الحمراء، قانون الحكومة، وهذا رجل حكومة يعني، ليش ما يعدل الإشارة يوقف على الإشارة؟ يحترم القانون اللي موضوع بالبلد. محمد لا يحترم، محمد ماشي هيك سردح فرده. فهاي المشكلة، كيف يكون هذا نبي من الله؟ إذا الشريعة تقيلة عليه وما بيقدر يطبقها لنفسه، كيف يطبقها على الآخرين؟ تفضل أستاذ حسين. أحسنت كريم، كلام منطقي. توجد عقيدة إسلامية أخرى أوضحها القرطبي في تفسير سورة الأحزاب الآية 1. سورة الأحزاب الآية 1 قال، وأورد حديث لعائشة قالت هذه السورة كانت أطول من سورة البقرة أو تعدلها. تعادلها. فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر إلا ما هي عليه الآن 73 آية. وأعطى تعليل، قال لأنها كان فيها استنكاحات النبي فهي أطول الصور. لأنه فيها استنكاحات النبي. فأنا أتساءل، هل الدين هو لمصلحة محمد أم الدين لله؟ ما دخل استنكاحات محمد تكون أطول صورة بالمنطق والعقل؟ من المفترض أن تكون أطول صورة التي تتحدث عن عبادة الله، عن الروحيات، عن الإيمان، عن الأخلاق، عن التعامل، يكون هذا أطول صورة. لماذا تكون أطول صورة هي التي فيها استنكاحات محمد؟ هذا يعني أن هذا الدين هو مؤلفه محمد، والذي صنعه هو محمد، وليس من عند إله. لم نجد نبي في الماضي استخدم الدين لمصالحه. خلينا نأخذ على سبيل المثال، نوح كانت عنده امرأة واحدة، آدم عنده امرأة واحدة أبو البشر، موسى كانت امرأة واحدة وحتى مرته كان يعني بشرتها تميل إلى السمراء، ما كان يدور يعني البشرات الحلوة وكذا، وهو قائد شعب إسرائيل، وهو يعني لو يريد يتزوج 1000 واحد يزوجه يطونه بنات. موسى قائد شعب إسرائيل، نبي من أنبياء الله العظماء، لم يتزوج إلا امرأة واحدة، لماذا؟ سؤال. لم يستغل، لأنه نبي حقيقي ببساطة. يوسف امرأة وهبت نفسها له تعفف عنها، لم يقبل، لماذا؟ لأنه نبي حقيقي، لأنه مؤمن حقيقي. الرسول ما تعفف، نكح الأخضر واليابس، حتى خالته قال لك خولة بنت الحكيم إحدى خالات النبي. نعم، قال فوهبت نفسها للنبي وهي إحدى خالاته. تمام،
لذلك أخ كريم تحريم الأخوات والخالات والعمات والبنات والأمهات تأخر في زمن سنة 7 للهجرة، نزل هذا التحريم في سورة المائدة أو سورة النساء، عفوا سورة النساء نزلت في سنة 7، يعني 20 سنة من دعوة محمد ما حرم الخالات ولا البنات ولا الأخوات، لأن يوجد أحاديث يقول أن النبي كان يمص لسان فاطمة ويلعب بصدرها ونحرها ويبات بين ثديها بنت فاطمة، ويوجد حديث خالته وهبت نفسها له. فهذا يعني ماذا؟ يعني أن محمد كان يزني بمحارمه، لذلك تأخر تحريم الخالات والعمات والبنات والمحارم، كان يرتكب هذه الفواحش. هل يستطيع أحد أن ينكر ذلك؟ هذا موجود في الكتب الإسلامية. إذا يأتي شخص الردود يا أخ كريم الباهتة يقولون يا أخي يا حسين يا كريم هو تتعقله النبي الله داس يسوي هيك؟ ما هي هاي النقطة؟ هو هذه الأفعال تثبت أنه هذا الرجل ليس نبي؟ أنت مو تعتقد ثم تستدل، غلط، لازم تستدل ثم تعتقد، صح لو أخ كريم؟ أيوة هذا المفروض. أنا من أريد أؤمن بشيء أول شيء أستدل وأؤمن له، أول شيء أؤمن وبعدين أستدل. أول تستدل أنه تؤمن، أنت تقول لي هذا نبي شلون يسوي هيك؟ ما هو لو نبي ما سوى هيك، فكر بها بالمنطق. في ربط، في ربط، مثلا كان يعمل مع بنته ومع خالته وهذا كله قبل سنة 7 للهجرة. سنة 7 هو الرسول، الرسول كان سيء الخلق يعني جدا. في سؤال هون أخ حسين، الكتب الإسلامية تقول هذا، يعني حتى مع رجال، حتى مع زوجاته، حتى تعامله مع زوجته عندما تخانقت حفصة وضرب عائشة بوكس وما بعرف يعني. وليش كتبتوها هسه؟ هاي أمور داخلية بالبيت، إحنا شو ندع؟ ليش كتبتوها؟ يعني شو التعليم البيت؟ حديث كريم كانت عائشة كان يسب ويشتم بأخضر للخوف، وقال محمد لعائشة سبي زينب بنت جحش سبيها، قال فسببتها فغلبتها. أي السب، سبيها وسبك من البخاري يقول لك غلبتها. شوف، فالأمة الإسلامية اليوم لما تسبك ويقول لك شرشحتك وعملت، هي مو شرش، هو يعتبر السب انتصاب، هو مو انتصاب، هو السب ضعف على فكرة، ضعف وغلة أدب. شو السب؟ قلة أدب وغلة أخلاق وضعف، يعني أنت ما تضايق المقابل لما شتمه أصلا، أنت بالعكس حقرت من نفسك، تكون إنسان غير محترم لما تسب وتشتم. هذا واحد. أمهم عائشة قالت غلبتها، غلبتها، عرفت؟ هم هاي قدوتهم، هي هاي المشكلة. نبي يشجع على السب والشتم، قال سبيها. عائشة لما سئلت على أخلاق محمد قالت قرآن. ليش قرآن؟ كان قرآن المنطقي، والله ما السب والشتم بالنميمة، بالحقد على الآخرين، بالكراهية، بكل شيء غلط. قرآن سب، سب أبو لهب، وسب هذا اللي قال شو ابن زنيم مش عارف مين. اي قلت لي بعد ذلك زي من الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة سب الأنبياء كمان. نعم، حتى الأنبياء اللي أهل التوراة وقال لك يحملون التوراة كما يحمل الحمار أسفارة. جو اليهود كريم ايش قال له؟ كامل قال عليهم الغرد وخنازير، وبالحديث قال عليهم فيران. قال له لليهود شوف، قالوا له أنت تدعي النبوة، وهذا يحيى بن زكريا لم يمس امرأة، وكان طعامه من وبر الإبل، أوكي، ومن وبر الإبل ومن عسل الجراد والعسل وهيك، وكان يعني يعيش بالكهوف وكذا، ولم يكن يمس امرأة ولا يقرب الجنس ولا شيء. تعرف شو جاوب؟ شو كان الجواب؟ قالوا وهذا نبي، فكيف تسوي الأمور كلها؟ قال هم غلام، قال نبيا وحصورة، كلمة طعن بيوحنا، طحن بيوحنا المعمدان، قالهم حصورة يعني ما عنده جهاز يقرب به النساء. ما عنده جهاز، قال لك حصورة يعني مثل هجبة الثوب. يقول لك لا، الحديث يقول أخذ عصا من الأرض الرسول، أخذ عصا وأشر لهم، قال لهم يوحنا ما عنده جهاز وهي العصا ما أعرف إيش.
فهو شتم الطول بعرضه وكان يسب أخضر الألفاظ كمان. فهو من الناحية الأخلاقية لا يمكن يكون نبي. النبي المفروض هو معلم للناس، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أخلاقه سيئة كمان، ليس فقط السب والشتم، أخلاقه سيئة كمان، حتى التعاملات والتصرفات كمان تصرفاته سيئة جدا. نايم مع زوجته وما بعرف شو بيعمل، ودخل واحد تحت اللحاف، صاروا ثلاثة، وسألوا لماذا يا رسول الله هكذا تعمل؟ قال له هو غبيبي عادي، مش محرم على زوجتي. نايم مع زوجتك تحت بطانية، دخلك واحد. الزبير قال أرسل النبي في غداة باردة، فقال لي قال فأدخلني النبي مع نسائه تحت اللحاف فصلنا ثلاثة. هاي أمور سيئة، يعني سيئة جدا، تعامله مع زوجاته والشتم والسب وهذه هذا مش يعني مش من الناحية الأخلاقية أيضا. لا يمكن يكون أن الله يكلم هيش بشر. لو الله يكلم إنسان ينقي الإنسان طبيعي ينقيه، ليش؟ لأنه معلم. أنت لو رحت لك تدرس بصف تلميذ بأي مدرسة وشفت معلمك سباب وشتام وأخلاقه مو حلوة، يعني ما بيعطي التاكسي كروة، اللي وصل التاكسي للباب المدرسة يشتم بتاكسي، ما راح تدرس عند الرشيم بشر هاش. أنا ما أدري محمد هيد سرع من يهودي كان يعمل، كان يشتم أبو بكر وعمر، واحد يشتم الثاني ويضحك، يقول اشتم أقول شتم أنت كمان، برافو عليك شتمته، برافو عليك هاش بشموري كيف حالك؟ حياكم الله وبياكم، ازيك أخي كريم وحسين الرائع وكل الموجودين في البث والأسد ونيكولاس. انتوا مالكوا جايين على الحبيب المصطفى او كده ليه؟ لا بنتكلم عن الشريعة والمشرع والشريعة الإسلامية وتعاليم الشريعة الإسلامية. وسألنا بالأخير سؤال، هل ممكن بالفعل محمد يكون مشرع؟ يعني هل ممكن هيك شخصية تكون مشرع؟ احنا عندنا بالكتاب معجز الأنبياء، مش كل الأنبياء مشرعين، الأنبياء الكبار فقط أهل التشريعات بس، وعندنا شريعة واحدة شريعة موسى. أهم من هو مش بس مشرع، لا ده بيقول لك النبي يشرع ولا يشرع لي ولا يشرع لا يعني حتى تشريعاته اللي جابها اللي المفروض إنها من إلهه لا تنطبق عليه. يعني في سورة الأحزاب الآية 50 كده يقول لك إيه، إن في خصائص للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ايه يا عم الخصائص دي؟ يقول لك 16 خاصية. كل ال 16 خاصية هي كسر للشرائع اللي هو جاب. ليه؟ لانه بيختص دوننا عن المؤمنين بامور خاصة بالرسول. وعشان كده دايما المسلم يقول لك ايه، النبي يشرع ولا يشرع اليه. التشريعات اللي هو بيجيبها لا تنطبق عليه، لكن تنطبق على المؤمنين. يعني المؤمنين لا يزيدوا عن 4 نسوة، لكن الحبيب المصطفى طبعا ينكح على يعني يزود اللي هو عاوزه، العدد مفتوح، عدد مفتوح. وحتى المحارم خالته، بنت فاطمة، بنته كان يعمل معها اللمم والنميمة، وهذه كتب مكتوبة. الحسن ابن 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 بنته، الحسن بن فاطمة بن علي. انت عارف حتى وفاطمة يعني هو نكح عائشة بنت 6 سنين من 6 لـ9 يعني كان يفاخز لها. يعني بيقول يعني ان بالرغم ان فاطمة كانت 12 سنة رفض يتجوزها لابو بكر، رفض يتجوزها، قال 16 مش 12 16 كانت صغيرة بنتي لسه صغيرة ما زوجها صغيرة. وفي بعضهم قال لك اصل كانت 12 سنة، طب ما هو اتجوز 6 سنين دي رفض ان هو ان بنته تتجوز، ده على اعتبار انها بنته. برضو علي لما اتجوز فاطمه رفض انه يتجوز عليها. طبعا بعد ما ماتت هو فتح على البحر يعني، بس طول ما محمد كان عايش ما قدرش يتجوز عليه، مع ان ده مش تشريع اسلامي. وقال كده لا تأذوني في فاطمه لانها بضع مني. لما انت عارف ان الجواز يعني المراه لما تجيب لها ضرة أو تتجوز عليها ده بيأذيها. ارتضيته على نساء المسلمين لكن على بنتك لأ ليه؟ ارتضيت على نفسك ليه؟ أنت ليش خذيت أكثر من 11 زوجة يعني؟ ما دام المرأة ما بتقبل شريكة كلها بالبيت، ليش جايب شركاء وحاط معاهم بالقوة؟ إنه بيقولوا ما يعجبها طلقها، اللي ما تعجبها تتشركة تمشي. لا وكان بيخليهم يشتموا بعض يعني. بمناسبة الشتيمة اللي كنتوا بتتكلموا كان بيحب يتفرج على النساء. المفروض يكون أحسن التعاليم في بيت الرسول، المفروض يكون خشوع
والناس في بيت المعلم داخل بيت المعلم. يعني أنا نفسي المسلم هو يطلع يعني يجاوب. يعني إحنا كل الكلام بنجيبه من مراجع في الإسلام يا مسلم، ما تطلعوا في مرة تقولوا لنا إيه، يعني هاتوا لنا خلق واحد من مكارم أخلاق الرسول، غير طبعا شيخة اليهودي عشان طلع حديث مالهوش أصل. هذا امبارح كان حوار مع المسلمين تسألهم عن أخلاق الرسول يقول لك شيخة اليهودي. خلينا نسمع خير مصافحة حق نادي إبليس. سلام المسيح للجميع. سلام المسيح. أنت قلت أخي كريم بس تصحيح، ما في حتى الأنبياء الكبار ما بيشرعوا التشريع. واحد عندنا مشوا على التشريع، يعني أقصد مشوا على تشريع المستلم من الرب، يعني ما في نبي يشرع، لأن وظيفة النبي ليست التشريع وإنما توعية الناس عندما يزيغوا عن طريق الشريعة. هذا بس أجابه. وبالتالي على شريعة محمد بالنسبة لعذاب القبر، أنت تعرف هذه قصة اللي ملاكين اللي يطلعوا يحكموا على المسلمين، تعرف هاي مسروقة من الزردشتية، لكن بطريق آخر عند الواحد يكون كويس تطلع له فتاة جميلة حلوة ما بعرف شلون، وعلى اللي هو مش كويس تطلع له واحدة عجوزة قبيحة. لكن بغض النظر عن هذا الشيء، إذا هو تكلم عن عذاب القبر احنا لازم نعرف من وين جاب عذاب القبر. أصلا عائشة اللي فتحت الموضوع معاه لما دخلوا لها عجوزتين يهوديتين حكوا معها عن عذاب القبر، وبالتالي راح السند محمد ولا عارف ولا إشي وأخذها ولصقها على المسلمين. وإذا هو كان نبي، لأن ثلاثة أسئلة راح تنسأل بالقبر تمام للمسلم، ما هو من هو ربك، من هو نبيك، ما هو كتابك، صح؟ زين ليش كان محمد يبكي لما يتذكر عذاب القبر ومكتوب في صحيح مسلم إذا كان هو النبي، تمام ولا لا يا كريم؟ هذا امتحان فاشل، أسئلته موجودة قبل الامتحان. Yeah, exactly. يعني هو محمد وحتى عثمان بن عفان لما كان يتذكر، يقول لك صحيح مسلم، يتذكر عذاب القبر كان يبكي بحيث لحيته كانت تتبلل من البكاء. عندنا بالشيعة كويسين، ليش خايفين من عذاب القبر إذا أنتم كويسين والنبي معاكم، صح ولا لا يا كريم؟ النبي بنفسه عم يبكي. بالشيعة إذا أحد مات في شخص يدخل معاه للغبر يحطه داخل الغبر، داخل الغبر في حفرة صغيرة داخل الحفرة اسمها لحد، يحطه باللحد يقول إني لغنة، يفتح خده من الكفن ويحط تحت تراب أو حجرة يقول لك لازم ينام على الأرض، وبعدين يلغنة يقول له يجينك ملاكين لو سألوك من ربك قول الله، وهاي الناس اللي برا الغبر الله، إذا سألك من نبيك قول محمد، هو ميت يسمع. إيه بس سؤالي كريم، هو محمد هم راح يسألوه على نبيهم محمد، محمد ليش يبكي من عذاب القبر ما هو نبيهم؟ أبو بكر قال كليلي قال كلمة قال لا من مكر ربي حتى لو وحدة من رجليه بالجنة، يا ربهم مقصار حتى محمد يقلبه يذبه بالنار. ومحمد نفسه اعترف قال ما منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فربك لنحشرنكم والشياطين حول جهنم ما منكم إلا واردها. قالت لعائشة حتى أنت يا رسول، قال حتى أنا سأرد على النار. نعم إن لم يتغمدني الله برحمته. نعم فهو يعرف نفسه بالنار، هذا سبب كان يبكي. شف يعني أساسا الفكرة أن طول هذا العجوزتين اليهوديتين، يعني يمكن كان يكذبوا عليه زي ما يوقعوا دائما بالفخ يا حسين، عارف؟ في واحد بالقرن الأول الميلادي اسمه العازر الكاهن قال لهم أي واحد يصير مسيحي ويترك شريعة موسى يجون ملائكة بالقبر يجثون على صدره وعلى رقبته ويعاقبون عقاب القبر قبل شو اسمه لا يروح الرب وهيك. فهو هو اقترحها يعني رابي يهودي اسمه لعازر القرن الأول لما الناس بدأت اليهود يصيرون مسيحيين. نعم فرابي خوف الناس، فهاي العجوزين سربت المعلومات، وهم دائما يطول عقائد اللي ما لها علاقة الكتاب المقدس ابدا دائما. وهو كان متالم من هذا الموضوع، يقول اتوا بالتوراه واتلوها هنا ولا تشتروا ثمن بخس ولا تبيعوا اللي بفلوس. فيعني فهو الموضوع ما في اي صدق بعقيده محمد ولا بالعقائد الاسلاميه، كل شيء مضروب. صحيح. توحيد الالوهيه ويا عيسى موجود، لان يعني عيسى غير مخلوق بالقران كلام الله، وتوحيد الربوبية
عيسى رب لأن يحيي ولأن يخلق ويرزق ويعلم الغيب. هاي صفات الربوبية. توحيد الأسماء والصفات، عيسى الأول والآخر عنده، وألا إله الأول والآخر. عيسى حيثما يجتمع اثنين ثلاثة هو وسطهم، هو يقول لك الله وين ما يكون اثنين ثلاثة هو وسطهم. توحيد الأسماء والصفات أخذها عيسى عنده. إذن هذا التوحيد اللي موجود بالقرآن الثلاثي، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ينطبق على عيسى أكثر من إله الإسلام. إله الإسلام مو عليم، عيسى علمه، قال لي قلته فقد علمت، أنت ما تدري، لا أعلم ما في نفسك وتعلم ما في نفسي. قال لي أنت قلت للناس، جاي يتحقق من عيسى ما يعرف. فالنبوة رايح تسأل النصارى على نبوتك، غير النصارى كفار، تسألهم ليش؟ زين الميعاد يعني ترجع يوم القيامة لله، عذاب القبر سرقته من يهود. الإمامة اللي يقولون أكو من أصول الدين ومن ضروريات الدين، الإمامة من ضروريات الدين يعتبروها السنة، والشيعة يعتبروها من أصول الدين. أوكي، الإمامة اللي يدعوها بالقرآن جعلها النسل يعقوب، قال عن إبراهيم إني ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فقال إني جاعلك الناس إماما، قال أو من ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. من ذرية إبراهيم الإمامة تكون. رجع القرآن في سورة العنكبوت إيش قال؟ قال ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب والشكر. في سورة الأنبياء قال إسحاق ويعقوب وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. إسحاق ويعقوب هم الأئمة. طيب قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، يعني على بني إسرائيل. عرفت من الإمامة بمن؟ البارحة كانت عندي مناظرة بصفحة الدكتور محمد، تحديت تحدي اختليلية على موضوع النبوة. قلت له أتحداك تطيني من القرآن آية تقول أكو نبي من نسل إسماعيل. أتحداك مثل ما موجودة صريحة الإمامة والنبوة والحكم والكتاب في إسرائيل بنص القرآن. جابوا لي آيتين، في شي تقول وإبراهيم ادعى إبراهيم وإسماعيل قال ربنا هب لهم نبيا من أنفسهم. قلت له هاي دعاء من يا إسماعيل بالقرآن إنه الإله يعطيهم نبي، هل هذا النبي من نسل إسماعيل مكتوب بالآية؟ لا، هذا النبي من إسماعيل ما مكتوب، نفس ماكو، حجز، مفلس، ما يقدر، ما يقدرون يثبتون نبوة محمد من القرآن. طيب سؤال اختي، القرآن يقول محمد رسول الله صح؟ إيه محمد رسول الله، هل بالقرآن هذا محمد نفسه ولا بالإسلام محمد بن عبد الله؟ محمد بن عبد الله. إذن مو هو هذا بالقرآن؟ إذن مو هو طبعا هذا ممكن يكون غير محمد. أحسنتي، أتحداه يثبت لي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو نفس النبي الموجود بالقرآن. عندهم عقيدة يقول اللي يخالف القرآن ما نأخذه صح؟ طبعا هم يقول محمد بن عبد الله وأمه اسمها آمنة بنت وهب، هذا يخالف القرآن. بالقرآن محمد لقيط، ما عنده أب ولا أم، سألوا لا ملقوا بالشارع، ما معروف لا أبو ولا أم حسب القرآن. طيب خلونا نرجع الموضوع حبايب، وخلنا نتكلم بدل نشرح مداخلة الأخ أسد، إذا عندك أخ أسد مداخلة. أكو مداخلة أوكي. أنا كنت بدي أعلق لأني حضرت المناظرة اللي صارت مع، إذا تسمح لي بس أخ كريم. لا خلينا في الموضوع، موضوع الحلقة اليوم. نعم، في موضوع التخاريف اللي صارت من قبل المسروقة من الثقافات الأخرى. الحقيقة أنا كنت بدي أقول شغلة ثانية، مو بس هي اللي كانت مأخوذة من الثقافات، في أيضا فكرة طير الأبابيل يوم اللي صارت في غزو مكة، وأصلا هي كلها فكرة غزو مكة وأبرها أيضا هي أسطورة مسروقة. تمام أخ كريم، أيضا فكرة الطير الأبابيل هي مسروقة من الزرادشتي. في كتير من التخاريف المسروقة اللي أخذها محمد، والحقيقة اللي بدنا نحكيها هوني، في فترة ظهور
نبوة محمد بحسب ادعاءه كان في قبله أنبياء كتير، كانت موضة العصر، كانت العرب تتبارز بالأشعار، بالفصاحة، بفصاحة اللسان، فكانت البيئة خصبة للتأليف الكلامة، كانت بيئة خصبة لانتشار التخاريف والخرافات والأساطير من كافة الثقافات. لكن كان في جهل مطلق في منطقة الحجاز ومنطقة الجزيرة، أكثر شيء كان معروف عندهم هو الغزو، تمام؟ فمحمد عرف كيف يستغل البيئة، كيف يستغل الظروف. تفضل أخ كريم. بالأحرى أخي أسد، مو هو وإنما اللي صنعت نبوته خديجة ورقة بن نوفل والراهب بحيرة، هم اللي صنعوا. ما بحكي عليه هو لحاله بس، يعني الأساس في صناعة القرآن ما انكتب بمرحلة واحدة، إنما انكتب على درجات متفاوتة. يعني القصص الكتابية الموجودة في القرآن هي من تأليف إنسان دارس ومتعمق في الفكر الكتابي. مين هو؟ هو القس ورقة بن نوفل، لكن محمد أضاف عليه اللمسات الأخيرة اللي هي آيات النكاح، الحرب، الغزوات، السبيه، القصص هذه هي كلها من إضافات محمد. أخي لما مات ورقة، ليش؟ الورقة كان يتقدم مشروع يترجم له الكتاب ويأخذ منه معلومات بقدر ما يمكن، ولكن توفى القسيس ورقة بن نوفل، محمد صعد الجبل حتى ينتحر. 3 سنين ما لقى أحد يعلمه، وقالهم انقطع عن الوحي 3 سنين بحيث ما عنده أي معلومات، شو يقدر يسوي؟ قعد وسكت. نعم صح. لذلك قام يلقط يعني قصص مثل ما تقول ما لها علاقة لا بالكتاب المقدس ولا يم الإيمان الحقيقي ولا كذا، مترابطة صح. حتى محتواه صار هابط، قام يحكي كله بالحيض والنفاس والبول والغائط وهاي الأمور، صار محتوى منحط مثل محتوى حيدر الفهمي. تمام استحمى فعلا كريم. صار مثل محتوى الفكرة ما في. ليش؟ عشان ما عنده معلومات. انت ليه منين عرفته منحط ومفلس؟ لما يقوم يلزم النسوان، لما يلزم النسوان يمكن انت عاين علمتين على غسل الحيض، تصور. هذا نبي يعني قبل لا تجي انت، الصابون عند الاشوريين وادوات الغسل والسبح والناس كانت هناك ام الثقافه والعلم، امبراطوريات عظيمه موجوده. انت جيت تعلمهم يعني واحد انت بالصحراء وتمسح بحجر وجاي تعلمهم شلون يغسلون، يعني هي هاي النبوءة اللي جاي يعني يمسح ثلاث حجرات. أخ حسين، هذا ما يسمى بالعلوم الشرعية، كيفية اللي بيسمع هالكلام هذا، إن العلماء يتدارسون وقد سمعه 90,000 طالب علم وقد أخذوه واستنبطوا منه أحكاما للأمة. اللي بيسمع الديباجي بيفكر أنه كان بخصبه يورانيوم. تعال تفضل فدينا شو هو العلم اللي جبته. عائشي علمت كيف المجنب، آسف على الألفاظ، يغسل الجنابة. ها هو العلم. ما هم العلماء قتلوه. يعني في فراغ كبير جدا جدا في الثقافة العربية، بحيث أنه يعتبره مجرد الإنسان يتغسل يعتبره علم، في فقر شديد. عزيزي، ليش الناس قبل الإسلام ما كانوا يعرفوا ينظفوا نفسهم؟ إذا الغريزة التنظيف موجودة بالحيوان فما بالك من الإنسان؟ يعني الكلب بينظف نفسه، القطة بتنظف نفسها، هل معقول الإنسان ما عنده هذه الغريزة؟ هاي أشياء ما بدها تعليم، هاي موجودة غرائز في الإنسان. طبعا مكافحة. خلنا ناخذ مداخلة في ذلك الزمن. أعطي فكرة بسيطة آخرين. في ذلك الزمن قبل أن يدخل عمر ابن الخطاب أو عمرو بن العاص إلى مصر، كانت حمامات مصر اللي أحرقوا فيها مكتبة الإسكندرية، ظلت الحمامات 6 شهور تأخذ وقود من كتب المكتبة، فكانت عظيمة الحمامات. كانت الحضارة الآشورية في العراق، الأبنية اللي عم نشوفها لحد هلأ عم يكتشفوا فيها من منين اجت هذه، معقول اللي بنى كل هالأعمال وهالحضارة
التي لا تفنى مطلقا كانوا يعجزوا عن الحمار في دمشق. في دمشق في دمشق انا بحكي انا ابن الشام انا سوري بمدينه دمشق مدينه اللي بناها الملك رصين وابن حدد كان يستخدم فيها التواليت الافرنجي النظام الموجود حاليا. نعم تفضل اخ كريم. اسف لي طالع نسمع اخوي بشموري لان اخو الاصغر ما عنده مداخله ومشهور هو. بشموري تفضل حبيب مايك معك. انتم متجنين او على الاسلام بصراحه. ده العلم يعني في الاسلام ليه مراحل كبيره يا جماعه. ده الازهر في مصر اللي بياخد ميزانيه قد الصحه والتعليم بالكامل هو لوحده بياخد ميزانيه قد الاثنين وبيطلع لنا كل سنه الاف العلماء والدعاء. يعني تتخيل اخي كريم العالم كان هيبقى شكله ايه بدون الدكتوراه التي حصل عليها احد خريج الازهر في فن التعريب بين الفاسيه والزرطه. الفس ما معنى الفساء ما معنى الضرات غريت عليه. يعني تتخيل العالم كان هيبقى شكله ايه يعني مغادرات ده وتقول له علم الذره ده هو اللي اسس علم الذره صلى الله عليه وسلم. وبعدين انتوا متجنين قوي كده ليه؟ يعني النهارده انتوا مش شايفين التقدم العلمي الموجود في الدول. يعني امور هم اللي يجيبوها يعني امور طيب. تكبيس حسين شجع على التكبيس علشان نوصل للنهايه بس كنا نتكلم بعدين نرجع للتكبيس. يعني الامور اللي يجيبوها حتى الطفل يعني بدون ما داخل مدرسه يعرفها وما بالك مش الطفل مش الطفل. يا اخ حسين انا دايما بقول يعني طوبى ليكوا يا قطط وكلاب الشوارع يا تعرفوا نفسكم من غير وحي إلهي. تكبيس راح نشرف على النهايه لازم نوصل 100,000 يا جماعه لازم 100,000 تكبيسه يا حبايب يا طيبين ربي يبارككم يا ابطال. تكبيس برافو يعني برافو. الشير اللي في الشوارع بيعرفوا ازاي ينظفوا نفسهم من غير ما يحتاجوا الرسول يجي يعلمهم ازاي يستخدموا 3 حجرات في حين ان الكائن الوحيد على وجه الكره الارضيه محتاج يعرف ازاي ينظف نفسه بتشريع اله محتاج اله. والمهم ان في الاخر الرسول بيقول له ايه قرانيه يقول له وثيابك فطهر. يعني انت اللي جاي تعلمه والنظافه اصلا مش نظيف. هو كان وسخ عاش كنت افرك المني من ثوبه يعني ما كان يغسل. اذا كان بمتح سريره ما حسش بالريحه اخ حسين لك ان تتخيل واحد تحت سريره 16 الشغل اللي لا يمكن انا ما بعرف كيف بيستحملوه الاحباء المسلمين. يعني كيف كان ينام وجره البول تحت سريره وكلب عم يتبخر عليها عم يستنشقها شو عم يعمل فيها؟ نفس الصنف لما يكون واحد من نفس الصنف ما يشتغل ما في فرق. تشلب ميت جوا فراشه 15 يوم يا اخي ريحه الميت يعني كلب ميت ما اشتم ريحته لانه من نفس الصنف من القذارة اللي كانت. اكو عقيده كريم اخيره بدي اطرحها يمكن بثلاث دقائق وايضا كل احنا نعقب عليها بالاخير اذا نحب. شوفوا يا جماعه عقيده الصلاه على محمد يقول القرآن يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أوكي. المسلمين دخلوا أهل بيته ودخلوا صحابته صلى على آله وصحبه ومن تبعه تمام. هو القرآن لا ذكر لا آله ولا صحبه ذكر محمد بس هاي النقطة. في عقيدة الشيعة أخ كريم هنا في كتاب اعتقادات للشيخ الصدوق أول كتاب في العقيدة الشيعية ذكره قال ومعنى ذلك الصلاة على النبي هي الرحمة والدعاء له لكي يؤتيه الله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعده في الجنة. إذن محمد ما متأكد هو بالجنة؟ لا مو متأكد محمد هو المسلم حد اليوم يصلي ادعوا لي يقول لكم ادعوا لي ما متأكد هو بالجنة. فأنا ليش أضيع أبديتي وحياتي وأروح أتبعه وهو مصيره ما ضامنه؟ طبعا هي ترقيعة من أجهم لأن كلمة صلاة باللغة أو بالاصطلاح العام
وباللغة العربية أيضا وبالاصطلاح العام في كل لغات العالم هي الدعاء والعبادة. أنت يا أما الله يدعي يا أما يعبد محمد. في التفسير الدعاء هو دائما تدعي لمن تطلب من الخالق. كيف الله يدعي لمحمد؟ من مين يطلب الله؟ أنت ممتاز. من مين من مين يطلب الله لمن يدعي لمحمد؟ أنت يطلب من جده إنه تعالى جد ربي. جده ربي ذا. من جده أكو جده فوق غير أكو ربنا وأكو جده موجود أتحداه. هاي بالطبري يقول الجد ها هنا هو أبو الأب. تفسير الطبري. المشكلة صح سيدي إنهم بيقولوا صلى على محمد وآل محمد. طب مش من ضمن آل محمد دول أبو لهب مش دعمه؟ إيه؟ وبعدين ده عيلته كلها مات الكفرة يعني هل بيصلوا على الكفرة؟ ما هو يعني لا خلي بالك بالقرآن هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالصلاة هي أصل على الكافر. اختري لي ركز على هاي النقطة بالقرآن. الصلاة على البشر هي تصلى على الكافر. يعني حتى شنو دعاء إله على أساس يطلع من الظلمة للنور. ونفس الشيء محمد جاء عليه بنفس المعنى قال صلوا لي حتى الله يطيني المقام المحمود طبوا من الجنة. طب يعني هو في القرآنية اللي بتقول الذين كفروا وماتوا هم كفار عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالله أكبر دلوقتي كل من مؤمن يصلى على النبي يجمع الملائكة ويقول لهم في نوبة صلاة على النبي. نعم هذا موجود الخليل قال يصلي في ميامن الصفوف. اللهم لا يصلى على النبي يقول لهم العنوم. في البيت المعمور. يعني. يقول لك الله يجمعهم وين؟ يجمع الملائكة في البيت المعمور. البيت المعمور بالسماء السابعة. فوق الكعبة. عافية برافو عليك. بنفس بيت الكعبة يقول لك هناك يجمعهم الله في ميامن الصفوف. يعني حتى الله وملائكته بيطوفوا حول بيت المعمور. إيه الله يشيلوا ثمانية. تفسير الشيعة هنا يقول الثمانية ذولا آدم ونوح وإبراهيم وموسى أربعة شايلين العرش ويومئذ بيوم القيامة يصيرون ثمانية عيسى ومحمد وداود وسليمان ثمانية يفترون به. يعني عقائد يعني ما أعرف شنو بدي أقول تعليق هون إذا بتسمح لي حبيبي حسين على كلمة صلى الله عليه وسلم. أنا بتخميني أو رأيي الشخصي إذا بتسمحوا لي محمد كان مهووس بشخصية الرب يسوع وهو بيعرف حصرا تكبيس يا جماعة هو بيعرف حصرا أن المسيحيين يؤمنون أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد بيعرف المعرفة واضح كفر الذين نعم هو كان بده يعظم نفسه فوق المسيح وفوق جميع الأنبياء. ليه؟ ما بيقدر هو يعظم نفسه فوق المسيح إلا إذا ألغى لاهوته. لكن في نفس الوقت حاول يجعل من نفسه كإله لكن ما اعترف فيه اعتراف لفظي لكن نسب لنفسه صفات الإله من ضمن الصلاة. عظم نفسه كإله هو ولكن ما قال عن نفسه إله حتى ما تنحسب عليه شرك. ما هو مساحة بداية الحلقة حكيناها أنا وكريم يعني مثلا على قضية أخوي أسد كمان حكينا نفس الفكرة مالتك شابهناك إحنا بالكلام هذا. ليش؟ شوف قال لك الصلاة فرضت 50 رحت بالطريق لقيت موسى قال لي راجع ربك أمتك لا تطيق سواها 25 بعدين الحد ما سواها 5. يعني محمد يقول لهم فكرة أنا أرحم من الله عليكم أنا اللي رحمتكم أنا اللي خففت عنكم الصلاة. الله ما يرحمكم أنا اللي أرحمكم. الله ما يشفع لكم. أيضا هي القصة مسروقة يعني أنا راح أصيح أمتي وأطلعكم من النار. أنا اللي أنا أرحم من الله. يريدهم يحبوا أكثر من الإله طبعا. وهذا هو الشر والوثنية. هذه هي الوثنية. الرب قال لا يكون لك آلهة غيري. وهذا إله غير الإله الحقيقي. ليش؟ بيطلب منهم انه يحترموه ويكرموه اكثر من الاله نفسه. يقول لك انا اللي خففت عنك. يعني تصور شوف تعرف عقيده المشي على الصراط لما اللي سارقها من زراد اشتيه راح تبرزخ نار وحقارب وافاعي واو كاو وتمشي
وينهشون منك ويعضون بيك وكله قدام وصريخ وألم ومتوجع، تخيل المنظر الخرافي، وكله نار حارة، وتمشي على خيط أرفع من الشعرة وأحد من السيف. شنو أحد من السيف؟ يعني يشقق رجليك، يعني رجليك يجرحها، ونار منها درجة الحرارة 600، ومحترق وتصرخ وتركض وبيك نار مشتعل. والله مسوى هاي العذاب كله الله. ومحمد تحت روح للجنه، رجعت تصعد تحت. محمد يجي شو يسوي؟ يمد يدك ويسحلك. تعرف ليش هو حط هاي العقائد براس الناس؟ انا اعطيك هسه الناس بعدك اخ اسد، بالبلاد الاسلاميه يلعنون الله ويسبون الله 100,000 مره باليوم باليوم، بس ما يسب محمد لان هو اصلا يكره الاله تبعه. ليش؟ لأن محمد علم الإله سيء مجرم يحرق بي ويعذب بي، وأنا أنقذك من هذا الإله. أنا أطلعكم إيه؟ أكثر أكو وثنية وكفر أكثر من هذا. حسين، لكن أنا رأيي يختلف عن رأيكم. طبعا. أنا أقول بأنه محمد، شوف، خلى اسم الله لتشويه صورة الخالق. هو مين اللي عمل هذا الشيء مع محمد؟ الشيطان. حتى أعطاه صفة من صفات الخالق اللي هي محمد، فشوه صورة الخالق عشان هو يصير نظيف قدامهم، فاهمني؟ فهو الشيطان صاروا يعبدوه عن طريق محمد، الشيطان عم يعبدوه عن طريق محمد، وهو شوه صورة الخالق لما نحط اسم الله وعطاله على أساس هو هذا الخالق. اللي تقولي اختي ليليا هو تكميل أيضا، يعني مثل إضافة ثانية دي. نعم. اللي احنا قلنا ما يناقضه ابدا. ما هو محمد من الشيطان، والشيطان هدفه يمجد الاشرار حتى ينخدع بهم الناس يروحون للهلاك، واضافه الشيطان يشوه سمعه الخالق الحقيقي. صح، برافو عليك، كلامك كله دقيق 100%. تماما، هذا فكر شيطاني، والا ماكو اله يقول لك انا اعذب بيك واحرق بيك ويجي محمد ينقذك مني. صح. أو تعرف يا حسين، حتى هو الكره اللي عنده للمرأة في القرآن وسيرته وحديثه، هو جاي ليش يكره المرأة؟ لأنه بالكتاب المقدس مكتوب لما قال الرب للشيطان الحية اللي هي الشيطان، قال نسل المرأة يسحق رأسك، عشان كذا عنده هذا الكره للمرأة، عرفت؟ تنتي برافو عليك. صح، كل البشر أصلا. برافو عليك. لا، وخصيصا المرأة يا كريم، يعني دورها ليش؟ لأنه نسل المرأة يسحق رأسك الشيطان، فاستخدم محمد الشيطان وخلى هذا الله وعطاله صفات حقيرة عشان يشوه صورة الخالق. تمام، 100%. يعبدون الشيطان من خلال محمد. يعني باختصار أخ حسين، باختصار اللي بيقيم أفعال محمد وشريعته بيفهم طلب الشيطان 100%، لأنه محمد صنع مشيئة الشيطان بشكل كامل. نعم، صح، قولا وفعلا. هي حل محل المسيحية، هيج هدف. وشوف حتى لقب محمد هو اسم مفعول وصفة، هو صفة من صفات الذي يحمد، يعني هو الخالق الذي يحمد، هو الرب يسوع المسيح. فالشيطان خلاه على محمد عشان يعبدوه الشيطان، يعني سرق لقب المسيح. هذا السمر، هذه آيات قرآنية. اللفظ الأصلي آيات قرآنية. يكون محمد. صح، العربي كثير لازم يكون محمد، صح؟ أنا تعرف شو أسمي؟ ما أسمي أبد محمد، أقول له محمد. إيه محمد. محمد، ما أقول له محمد. لأنه محمد صفة من صفات المسيح الذي يحمد. نعم، محمد. اسمه قسمة بن أبي كبشة. أعرف، لكن بدل ما نقول له محمد عشان نعرف المسلمين بقول له محمد، ما أقول له محمد. محمد وصفة من صفات يسوع المسيح له كل المجد. آمين، يعني صفة إلهية. شوف أخوي أسد، ابن أبي كبشة أيضا ظلم إذا درت عليه. هو لأن أبو كبشة أصلا الرجال زوج حليمة لرضعته، فهو ليس أبوه، هو صحيح. ابن أبيه، قول نبي الإسلام ابن أبيه. يا أخي حتى ابن أبيه ما بتزبط معنا، لأنه مولود بعد 4 سنين. لا لا لا، ابن أبيه بالعربي تقال على ابن الزنا الذي لا يعرف أباه من. أيوة، الذي لا يعرف له اسم عبد الله، الذي لا يعرف من هو أبوه. كان معروف عليه قبل الإسلام، اللي ما بينعرف أبوه بيقولوا له عبد الله، أحد عباد الله.
على فكرة لفظ أنا راجعت على موضوع على أيضا هاي عقيدة اسم محمد قال وأنا قثم وكانت قريش تدعوه بقثم قال قثم سامحوني مكتوب هنا الدبر هاي بمعجم الرائد يعني محمد كان شاذ يعرفوه هو صغير فاهمين عليه من أيام أبو طالب كان يغتصبه وأبو سفيان وهيك فيعني مثل ما قال كريم كل شيء بيه منحط محمد كل شيء بيه كان منحط هاي أيضا رسول الشيطان حقيقة نعم طيب. نعم هو جعل المسلمين يعبدونه من دار محمد. طيب بس عطوني دقيقتين استاذ سمر اهلا بك ورحب بك واحنا ايضا انا والاخ حسين مسلمين سابقين يا استاذ سمر كنا مسلمين. شوف السمر مهار جايب لكم فوبيا ما هو بالفعل مرض سرطان مسري مرض سرطان دمر العالم ودمر الدنيا. لا تستطيع أن تجي للطبيب المعالج أمراض السرطان يقول ليش مهتم بمرض السرطان جايب لك فوبيا بالتأكيد مرض خطير فالإسلام مرض خطير جدا يجب على كل البشرية تعالجه فهو مش جايب فوبيا وبس يعني هو مدمر الدنيا مدمر العالم يقول لك لو كان منحط ما حاربته يعني أنت ما تحاربين الانحطاط ما تحاربين ترجعين الانحطاط مثلا لو شيء جيد ما حاربنا فهمتي لو شيء جيد ما حد حارب جيد نعم كل العالم حاربت أبو بكر البغدادي هل هو جيد؟ لا كل العالم حاربت كل الدول اجتمعت عليه هل هو جيد؟ إرهابي العالم كله حاربه فموضوعك غلط يا أستاذ سمر مستحيل مسلم يتحول مسيحي لا بالعكس يا سمر احنا ما عندنا المؤلف قلوبهم بالإسلام يدخلون من شان رجل من شان امرأة من شان فلوس من شان منصب لأنه رسولك استعمل المؤلف قلوبهم احنا ما عندنا المؤلف قلوبهم صادي معنا صادي معنا من أهل بيتك من أهل بيتك في مرتدين ابن عمك ابن خالك ابن أختك لأن الدول الإسلامية بها ارتداد رهيب يعني وين ما كنت يعني شايفهم على التلفزيون يطلعون باليمن 6-7 عدمة لا بدي أقول لك الأحباء المسلمين اللي عرفوا المسيح وانتقلوا للمسيحي فقدوا كل شيء الأسرة والأملاك والأمان فقط ليكسبوا المسيح هسه الآن أريد منكم سؤال اختلي لي هذا عندنا اخر خمس دقائق رجاء كمل حبايب ألف واخر مداخله حسين اعطيني على شكل واحد اخر مداخله اسال حسين اسال نريد 100 ألف تكبيس يا شباب اخر رساله اختي اللي تقدميها بعد اذنك يا طيبه هذه فكره الاسلام انه الاله مجرم وسيء وحاقد ويسوى عليك 50 صلوات ويعذب بيك بالقبر ويمشيك على سيف أحد من السيف يعني يشقق برجليك من جوة ونار وعقارب وتحترق ويجي محمد بالأخير ينقذك محمد أيضا الخاطئ الفاسد ينقذك من هذا الإرهاب هذا الشخص المجرم اللي هو الإله طيب المسيحية مين اللي ينقذنا الإله نفسه ولا بشر عادي مين اللي خلصنا الشيطان فضل أريد رسالة الإله نفسه الإله نفسه لذلك رسالة إلى المسلمين اتركوا هذا الدين الإسلامي الذي هو من الشيطان الذي جمعه لكم الشيطان وحلل لكم كل الأشياء الغير مباحة يعني كسر الوصايا العشرة بالكامل في القرآن وفي أحاديث نبيكم وفي سيرته الغير مشرفة اتركوا هذه الشخابيط اللخبيط اللي جمع لكم ياها محمد من كل الديانات الموجودة وبعدين حورها وركبها عشان تخدم مصلحته تمام؟ هو ليس بنبي هو مجرد إنسان كان أيضا مصروع الشيطان استخدمه وبالتالي أعطاه اسم لقب من ألقاب الخالق اللي هو محمد الذي يحمد وخلالكم هذا الديكور اللي اسمه الله لأنه هو الخالق وشوه صورة الخالق وجعل من الخالق قواد يأتي بنسوان لمحمد ويحلل لكم الزنا والدعارة ويحلل لكم السرقة ويحلل لكم النهب ويحلل لكم القتل هذا ليس من الرب الإله والرب الإله لم يأتي بأديان الأديان كلها من صنع البشر رسالة الخالق الإله الحي الحقيقي هو خلاص الإنسان من الخطية اللي هي حتمت عليه الموت الأبدي تعالوا ارجعوا
إلى الطريق الصحيح اللي موديكم به الشيطان إلى الهلاك الأبدي. لا محمد راح يفيدكم والشيطان مصيره معروف، ومحمد أيضا ما يعرف مصيره، مكتوب بالقرآن ومكتوب بحديثه بأنه ما يعرف مصيره وين رايح. فأنت كيف تمشي وراء أعمال؟ لأنه إذا أعمى بيقود عميان لابد أن يقعوا في الحفرة. هذه هي رسالتي لهم يا حسين. شكرا لك. شكرا جزيلا أستاذ ليليا. أخويا بشموري. شكرا أخي كريم، كنت أتمنى أن في مسلم يتجرأ ويطلع يجاوب على أي كلمة. جاوب عليه ايش هو بغش بغش اللي الاجابه يعني شباب. تكبيس تكبيس، حمله تكبيس اسرع اسرع يا جماعه. المسلم مستحي خجلان يعمل حمله تكبيس يا جماعه اسرع. ما تحط الشعوب يعني بعد الانترنت بقى اصبح الاسلام مسخره في وسط الشعوب، ماده للضحك. حاولوا مسلمين يعني تقفوا مع نفسكم كده تفكروا في الكلام اللي اتقال. لو عندكم إجابة واحدة اطلعوا قولوا الكلام اللي انتوا بتجيبوه مش موجود في كتب، الكلام اللي انتوا بتقولوه ده مش موجود في سيرة الرسول، لكن كل الكلمة اتقالت في البث هي موجودة ومثبتة عندكم. فانتوا وقفوا مع نفسكم في مرة كده يعني استخدموا نعمة العقل اللي ربنا اداها لكم، مش نعمة الإسهال، نعمة العقل اللي انتوا اتميزتوا بيها عن الحيوانات استخدموها اللحظة واحدة. كيف تتبعون رسول لا يضمن لنفسه أساسا أخرة، هو مش عارف رايح فين، فأعمى يقود أعمى حتى انكم ماشيين وراء الأعمى لحد ما تقعوا كلكم في حفرة واحدة. حاولوا تلحقوا نفسكم وتهربوا من مركب الإسلام لأنها تغرق. شكرك أخي كريم والله يكرمك. شكرا أستاذ بشموري. أخوي أسد إذا عندك آخر مداخلة. الرب يبارككم، يعني الكلام كتير كان رائع وجميل ومستوفى. في أمور كتير لازم نحكي فيها لكن ممكن في حلقات تانية. ربي يبارك خدمتكم أخ كريم وأخ حسين، ربي يحافظ عليكم يا رب. أنا عندي إعلانات، مع الإعلانات نكبس نوصل البث إلى 100,000، ما بغلنا شيء 4-5,000 تقريبا. سمر تقول أساسا هذول ما كانوا مسلمين عليك وعلى حسين، كانوا صايعين ضايعين. كل هذه الثقافة اللي عندهم بتقولي عليهم صايعين وضايعين، هذول الناس المفكرين اللي شغلوا دماغهم وتركوا كل خرافات محمد. تمام الأستاذة سمرة، يعرفونا أهالينا ويعرفون على وجودنا. اسمح لي أخ حسين، أنا وحسين صرنا مثل نار على عالم، موجودين في كل بيت مسلم. عم تحكي على العهد القديم إنه كان فيه هيك؟ لا أتفضل، بتحب تحكي صوت في العهد القديم أهلا وسهلا كمان. تفضل. شكرا على الوقت. شكرا أستاذ ياسد. حبايب الربع عندنا إعلانات، خلينا نأخذ الإعلانات. إعلانات البرامج القادمة من يوم الغد بكرة يوم الثلاث. أول برنامج هو خدعوك فقالوا لك، برنامج الأخ شانت، وعنوان الحلقة إن القرآن من محمد. راح يعطيكم أدلة وبراهين القرآن من محمد يوم الثلاثاء 14 أيار مايو 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. البرنامج اللي بعده مجيء الملك والملك الألفي يوم الأربعاء 15 مايو أيار 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. البرنامج اللي بعده أيضا يوم الأربعاء ربك يسارع في هواك، كلمة مشهورة للسيدة عائشة، وهذا هو موضوع الحلقة يوم الأربعاء 15 أيار مايو 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. أيضا البرنامج اللي بعده غضايا مصيرية بين الإسلام والمسيحية، هل كان الرسول على خلق عظيم، يوم الخميس 16 مايو أيار 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. البرنامج اللي بعده المرأة وأحكام القرآن، هل إله الإسلام محب للبشر؟ هذا البرنامج يأتيكم يوم الجمعة 17 مايو أيار 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. أيضا البرنامج اللي بعده ما بين الشريعة والنعمة، برنامجي، والبرنامج راح يناقش موضوع لماذا نرفض نبوة محمد، يوم الجمعة 17 أيار مايو 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. البرنامج اللي بعده الحكم بعد المداولة،
يسوع ابن الله ورجل التاريخ. هذا البرنامج يأتيكم يوم السبت 18 مايو 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا. أيضا ويب سايت قناة الآرامية www.abnsat.com، يريد تراجعون هذا الويب سايت، في كل الإعلانات موجودة، كل الحلقات مسجلة موجودة في ويب سايت قناة الآرامية، يطلع على الشاشة باللون الأصفر، أخذ سكرين شات لهذه. وإذا تحب تدعم قناة الآرامية من خلال صلاتك والدعم المادي أيضا، هذا بيساهم في توسع وانتشار الخدمة إلى الشرق الأوسط وإلى العالم كافة، لأن قناة الآرامية تتكلم بـ 14 لغة حاليا. والرب يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلامة. انتهت هذه الحلقة لحد هنا حبايب الرب، وانتظرونا في حلقات قادمة. الرب معكم ومعكم.